لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لو صوت واضح بس ندوس واحد. تمام كده الصوت واضح، ما دام حد رد السلام يبقى ان شاء الله كده الصوت واضح ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنكمل مع بعض برنامج الريفت ام اي بي. تمام، برنامج الريفت ام اي بي اللي ما كانش حضر المحاضرة اللي فاتت، هو برنامج بيرسم او بيصمم شغل الكهروميكانيكال. الكهروميكانيكال هو اختصار ام اي بي، ميكانيكال الكتريكال بايبنج. فبيفيد الناس اللي شغاله في التكييف، والناس اللي شغاله في الصحي، والناس اللي شغاله في الفاير فايتنج، والناس اللي شغاله في الالكتريكال. تمام، في برنامجين معايا، في برنامج اسمه ريفت اركتشر ده بيفيد المعماري، وفي ريفت استراكشر ده بيفيد الانشائي. دلوقتي اصبح الريفت في نسخه ممكن تجيبها من اول 2013، في نسخه بنجيبها بتلاقي فيها التلاتة مع بعض، بتلاقي الريفت اركتكشر والريفت استراكشر والريفت ام اي بي. دي طبعا بتكون احسن للناس اللي هي بتحب تشتغل التلات حاجات مع بعض. ممكن تحمل كل واحده لوحديها، يعني ممكن ادخل احمل ريفت ام اي بي، ربنا يوفقك ربنا يكرمك ان شاء الله، ممكن احمل ريفت اركتكشر لوحده، وممكن احمل التلاته مع بعض. تمام، طيب في حد عنده اي استفسار عن برنامج الريفت او عايز يعرف اي حاجه عنه قبل ما نبدا، او عنده سؤال في المحاضرة اللي فاتت؟ الكورس في المدني؟ لا، هو المدني، المدني باشمهندس معايز، المدني في برنامج اللي هو ريفت استراكشر، وده الشرح فعلا. بس حضرتك ممكن لو قعدت معانا هتلاقي برضو في حاجات مشتركه بين الثلاثه. انا اول ما بدات كانش في ريفت ام بي بي حد شرحه، فبدات اسمع ريفت اركتشر وريفت استراكشر، استفدت كتير ان شاء الله. هنصرف المنازل اه ان شاء الله باذن الله. تمام، طب في حد عنده اي اسئله او اي استفسارات؟ في واحد بيسأل المهندس محمود وجدي، بيقول النسخة نزلت ولقيت فيه ملفات مش موجودة. طيب انت ممكن الملفات دي تحملها من على النت عادي منفصلة، تمام، مفيش أي مشكلة خالص، وتحطها في الفولدر بتاعها، مفيش أي مشكلة خالص. أو ممكن من أدد ريموف بروجرام، ممكن من أدد ريموف بروجرام هتلاقي فيه إن أنت هتختار برنامج الريفت وتقول له أنا عايز أعمل موديفاي للبرنامج، وتقول له الحاجات دي ناقصه انا عايز انزلها، يعني ممكن الفاميلي تشيل منها الحاجه ديت. طب صدى الصوت، المفروض بقى الدعم الفني هيحل المشكله ديت. تمام، لو في مشكله صدى صوت الدعم الفني ان شاء الله هيحلها. طيب رابط التحميل ان شاء الله هتلاقي على ملتقى الدارين. طيب لو حد عنده مشكلة في الصوت أو حاجة زي كده، ممكن يستخدم برنامج مصفح فايرفوكس مع آخر تحديث مشغل فلاش، ويقفل أي برنامج شات أو تحميل أو أبلود أثناء المحاضرة على أساس ما يحصلش أي انقطاع في الصوت أو شير، يرجع عمل ريفرش في خمسة. تمام إن شاء الله، ربنا يبارك فيك يا باشمهندس محمود وجدي، ويبارك إن شاء الله في كل الموجودين بإذن الله. طيب إن شاء الله إحنا هنتكلم النهاردة على برنامج الريفت ام اي بي. هنبدا ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي نشتغل على البرنامج واحده واحده مع بعض. طبعا كل واحد فينا شغال في شركه شكل، او لسه ان شاء الله هيشتغل في شركه مختلفه، فهنشرح الموضوع بكذا طريقه. يعني هنفترض جدلا ان انا اللي هعمل المعماري، هفترض جدلا ان الشغل موجود اوتوكاد وانا هبدا اشتغل عليه، هفترض ان احنا كلنا شغالين شير. مساء الخير يا باشمهندس. تمام، طيب هنفترض كذا افتراض لسبب ان كل واحد فينا شغال في مجال، وان شاء الله بعد كده هنبدا في مشروع كان اتعمل معماري واتعمل انشائي هنعمله ام اي بي. شرفنا باشمهندس محمود.
طيب هنكمل ان شاء الله مع بعض. اول حاجه دلوقتي هعمل الشاشه بحيث نبدا نشوف البرنامج مع بعض. دلوقتي بعمل شير بس للبرنامج عشان يظهر عندكم. طيب مش عارف الشاشة ظاهرة عندكم ولا لأ. طيب دلوقتي الشاشه ان شاء الله تكون ظاهره عندكم. تمام ادي اهو ده برنامج الريفت ام اي بي. تمام طيب انا دلوقتي لو عايز اشغل اي مشروع من المشاريع اللي انا اشتغلت عليها، مجرد ان اختار دي اخر مشاريع اشتغلت عليها، مجرد ان ادوس عليه البرنامج هيفتح. طيب لو انا عايز افتح مشروع بقول له اوبن وبختار المشروع اللي انا اشتغلت عليه. تمام ممكن اجي اختار اشوف انا مسطب البرنامج فين، ممكن اسطب اكون مسطب على سي هفتح السي، او انا مسطبع على الاي هفتح الاي، بروجرام فايل اوتو ديسك اختار ريفت 2013 بروجرام سيمبلز واختار دي. هنا مشاريع بتيجي مع البرنامج اول ما تسطبها، بدل ما اديك ملف وتلاقيه مش عندك او تيجي تحمله وما تلاقوش، دي الحاجات بتيجي اثناء التسطيب جاهزه. لو انا جيت هنا بلاقي دول فيهم حاجات ريفت وحاجات فاميلي، اقول له لا انا عايز ريفت بس. طيب في حاجات هنا معماري وحاجات انشائي وحاجات ار ام اي، ار ام اي اللي هي الشغل بتاعنا اللي هو الكهروميكانيكا، هختار اي واحد فيهم وليكن مثلا دوت ار ام اي ادفانسد واقول له اوبن ونبدا ان شاء الله نتعرف مع بعض على البرنامج. اظن كده البرنامج ظهر عندكم. لا لو ظهر بس الشاشة ندوس واحد. تمام طيب ان شاء الله هنكمل مع بعض. طيب هو كده البرنامج فتح او بيفتح يعني ماشي. بنلاقي هنا في الجنب هنا دي شاشة الخصائص اللي احنا قلنا عليها، اول ما بقف على اي حاجة بيجيب لي معلومات عنها كاملة. تمام يعني لو وقفت على الضغط هيجيب لي كل مواصفات الضغط والصفات بتاعته والخصائص بتاعته، دي خصائص الضغط. لو وقفت على كيبل تري هيجيب لي الخصائص بتاعته، اي حاجه اقف عليها هيجيب لي الخصائص بتاعته. طيب الشاشه اللي تحت دي اسمها بروجكت براوزر، دي من هنا ببدا اتصفح المشروع اشوف انا عايز اشتغل ايه. يعني ممكن مثلا اختار انا عايز اشتغل تكييف فلور، اختار مثلا الدور الثاني كده انا هشتغل تكييف الدور الثاني، بدل المكان ملف اوتوكاد واحد، لا هو دلوقتي المشروع كله موجود هنا وببدا اختار الدور اللي انا عايزه والسيستم اللي انا عايزه. يعني ممكن اقول له انا عايز اختار الكتريكال، ممكن اختار انا عايز اشتغل اتش فاك، ممكن ان انا عايز اشتغل بلامينج، عايز اشتغل فاير زي ما انا عايز. تمام طيب هو كده جاب لي تكييف الدور التاني، ابدا ابص عليه. طيب لو انا عايز ابدا اشتغل عليه، ابدا اشتغل على الملف دوت، تمام هقول له انا عايز ابدا ارسم ضغط. هاجي هنا من سيستمز،
قائمه السيستمز دي اللي بلاقي فيها الضغطات والبلامنج، وبلاقي فيها الالكتريكال، بلاقي فيها الحاجات اللي انا بشتغل فيها ككهروميكانيكال. انما لو انا شغال معماري بلاقي اركتكشر. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم دكت، مفيش اي مشكله خالص، هيقول لي انت عايز ترسم الدكت على ارتفاع كام. انا هنا مثلا هرسمه على ارتفاع 3263. الدكت ده عباره عن فاميلي، عباره عن فاميلي، تمام. بس قبل ما ارسم ابص على حاجه، انا الدكت اللي انا مختاره في منه انواع، يعني ببص كده في قائمه الخصائص بلاقي انواع من الدكت، بلاقي في دكت اسمه اوفل. الاوفل ده ما حدش بيشتغل بيه في مصر، اللي هو عباره عن شكل اسطواني كده مبطط من ناحيه من النواحي، تمام، شكل بيضاوي. عادة بنستخدم ايه، يا اما الريكتانجل يا اما الراوند. فخلي بالنا واحنا بنرسم، يعني ممكن تكون انت عايز ترسم بايب، بس انت اصلا مختار البايب غلط، مختار بايب مثلا نحاس، بينما انت هتشغل مثلا صرف صحي، فالاتنين مش هينفعوا مع بعض. فانا اقول له لا، انا هشتغل دكتور ريكتانجل، تمام. فبيقول لي دكتور ريكتانجل في نوعين، في تاب وتي. شكل التي دوت اللي هو موجود في قلب المواسير، اللي هي ان اي فرع هتخرج بركب لها تي. انما التاب هي اللي بتاعت الضغطات، اللي هي بيبقى فيه بس ايه، خروج بس منها. اوريها لكم دلوقتي، تمام. ادي الضغط هرسمه اهو تاب، وابدا ارسم فرع منه. دي اللي هي بيسموها التاب او بيسموها التيك اوف، ودي اللي انسب لشغل التكييف. اللي هي ديت. طيب لو انا هرسم الضغط اللي هو التي بشكل دوت، بلاقي رسام لي تي، والتي دي قليل قوي، يعني محدش بيستخدمها، ما شفتش حد مشروع عملها ان هو يحط تي في شغل، في شغل التكييف. التي دي عادة بنشوفها في البايب وفي شغل الصحي، تمام. هلغي التاج دي التي اللي هي محطوطة. فخلي بالي وانا برسم ايه اللي انا ايه اللي انا هرسمه. يعني لو انا هرسم مثلا بايب خاصة بالصرف، بختار نوع البايب تكون بايب خاصة بشغل الصرف. انما لو هشتغل تكييف اشوف الصاج بتاعي ايه، تمام. فلو انا مثلا اخترت بايب، بيقول لي انت عندك كذا نوع من انواع البايب، تمام. في بي في سي ممكن ده تستخدمه للصرف، عندي ووتر، عندي ستاندرد، بختار اللي انا عايزه، تمام. طيب انا دلوقتي لو قلت هرسم دكت، رسمنا اهو الضغط، اتاكد من وانا برسمه ان انا برسم تاب بشتي، تمام. ويفضل ان احنا طبعا كل واحد حسب ما المشروع بتاعه، انا ما بقولش ان دي لازم تستخدمها، لا انت اضرب بشغلك. بس هو العادي دوت ان محدش بيستخدم الاوفل، وكله بيستخدم الريكتانجل او اللي هو الضغط الدائري. طيب انا دلوقتي رسمت الضغط، مجرد ان انا اجي يمين او شمال هو اوتوماتيك بيرسم الكوع لوحده زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت. طيب دلوقتي لو انا دلوقتي بقى عايز ارسم اي جريلا او اير تيرمينال او مخرج للهواء، تمام، هاجي على الاير تيرمينال واختار اير تيرمينال. نخلي بالنا من حاجه، خلي بالنا من حاجه،
الفاميلي في نوعين، الفاميلي عموما في الريفت عباره عن نوعين. احنا قلنا الفاميلي دي عباره عن البلوكات، بس الفاميلي هي البلوكات، البلوكات دي في الاوتوكاد، الفاميلي دي هي اللي في الريفت. في نوعين من البلوكات، في فاميلي تبقى سيستم يعني ما بحملهاش من المشروع، وفي فاميلي بحملها من المشروع. يعني ايه؟ لو جينا نبص كده، الدكت ده عباره عن سيستم فاميلي، فاميلي موجوده في قلب البرنامج نفسه، موجوده في قلب البرنامج تمام. انما الاير تيرمينال دي عباره عن فاميلي بحملها في المشروع. انا ممكن اجي ادوس على اير تيرمينال يقول لي ما فيش اير تيرمينال في المشروع تمام، اجي احملها بقى ازاي؟ اجي اقول له لود فاميلي وابدا اشوف الفاميلي دي موجوده فين واحملها. يبقى انا كده عندي نوعين، عندي في فاميلي اسمها سيستم فاميلي، ودي بحملها مش بحملها، هي اصلا موجوده في قلب المشروع، موجوده في قلب البرنامج، يعني مجرد ان انا وصلتها بالبرنامج هي بتنزل معايا. انما الحاجات اللي هي بورتابل فاميلي اللي هي بتتحمل زي الاير تيرمينال، زي الميكانيكال ايكوبمنت، زي البرنامج فيكتشر، دي فاميلي بحملها للمشروع. يعني ممكن وانا شغال في مشروع الاقي ان انا محتاج ان انا احمل فيه اير تيرمينال، فحملها احملها المشروع، باجي اقول له انا عايز اير تيرمينال واقول له لود فاميلي، واقعد ادور على فاميلي يكون مناسبه ليا. يعني اقول له انا عايز مثلا الفاميلي ديت، شوف الفاميلي انت محملها فين، ريفيت مدين فاميلي، اقول له انا عايز اير تيرمينال، اي فاميلي انت هتحملها بس تكون نوعها اير تيرمينال. بدل ما تختار هنا اير تيرمينال، يبقى وانت بتعمل براوز تختار اير تيرمينال وتقول له اوبن، هيبدأ يحمل الفاميلي دي في قلب المشروع. خلاص ماشي حاضر، اي حاجة هتيجي ان شاء الله هنقول معنى المصطلحات بتاعتها تمام. ماشي طيب، هي الاير تيرمينال دي عبارة عن مخرج الهواء، مخرج الهواء في التكييف اللي هي الجريلات، اللي لما تدخل اي محل بتلاقي مكان جريلات كده، في حاجة بتخرج منها الهواء وبيسحب منها الهواء تمام. وصلنا هنا على ارتفاع 3263 تمام. طيب انا هبدأ احط فاميلي اللي هي الاير تيرمينال، هختار نوع برضو الفاميلي تنقسم لنوعين تانيين غير النوعين اللي احنا قلناهم. احنا قلنا في نوع، في سيستم فاميلي وفي بورتابل فاميلي. سيستم فاميلي بتبقى موجوده مع البرنامج، بورتابل فاميلي بحملها، يعني ممكن ما اكونش موجوده في المشروع وانا احملها. طيب تنقسم لنوعين تاني، في نوع اسمه هوستد ونوع اسمه ان هوستد. هوستد يبقى بتحتاج حاجه تحط عليها، يعني انا دلوقتي عندي الباب، اجي احط الباب يقول لي لا ما ينفعش لازم يتحط على الحيطه. يعني لو جيت كده على الاركتكشر وقلت له انا عايز دور تمام، هيقول لي لا الدور ده ما ينفعش يتساب في الهواء، لازم تحطه على الحيطه. تعالى نختار دور، بص لما تيجي تحط الدور بره في الهواء كده ما يرضاش، لازم تحطه فين؟ على الحيطه. اول ما تحطه في الحيطه خلاص هيقبل ان هو يتحط على الحيطه. ده ايه؟ ده هوستد، يعني لازم حاجه يتحط عليها. انما في حاجات مش هوستد، زي ايه؟ زي كرسي، كرسي مش لازم له حيطه، هيتحط في اي مكان تمام. ففي بعض الفاميلي بتبقى هوستد وفي بعض ان هوستد. طيب بنعرف من حكايه هوستد وان هوستد؟ لما انا بختار الفاميلي تمام، دي الانواع بتاعتها. الهوستد تمام بمجرد ان انت تختاره، يعني وليكن مثلا اخترنا الجريلا دي تمام، دي نوعها هوستد. اول ما اختارها هيجي لي القايمه دي اللي هي البليسمنت. يعني ايه بليسمنت؟ يعني بيقول لي الحاجه دي انت عايز تحطها على حاجه فيرتيكال تمام، على حاجه راسي زي حيطه، ولا على حاجه افقي زي السيلينج، غالبا بنحطها على السيلينج، الارضيه، اي حاجه افقي، او هتحطها على ورك بلان. ورك بلان دي اللي هي سطح العمل بتاعي، يعني بالنسبه لي هنا سطح العمل بتاعي الدور اللي انا واقف عليه، ممكن نغيره وهنشوف ان شاء الله بعدين ازاي نغيره. يعني اعرف من الهوستد وان هوستد. الهوستد بيدور على حاجه تحط عليها، فبيجيب لي حاجه اسمها بليسمنت. بليسمنت بلاقي بيقول لي انت عايز تحطها على حاجه
رأسي زي الحيطان، تمام؟ اي حاجة بالشكل دوت فيرتيكال، ولا عايز تحطها بليس اون فيس، تمام؟ غالبا بحطها على سيلينج او على ارضية، ولا ورك بلان دي سطح العمل، تمام؟ طيب فانا ممكن اقول له مثلا ايه، انا عايز احطها على فيرتيكال فيس، واقعد ادور على اي حاجة زي الحيطان احطها على الحيطة، تمام؟ او اختار حاجة دلوقتي غير ان هوستد، انا اخترت جريل ان هوستد اهيت سبلاي، ماشي. طيب انا اخترت الجريلا ديت وهبدأ احطها. طيب انا دلوقتي لما حطيتها لسه ما اديتهاش ارتفاع، اجي هنا وادخل في الخصائص، ابص في الخصائص بلاقي هو مفترض انها على الارضيه على الصفر، يعني لو عملت سيكشن هلاقيها في الارضيه، هقول له انا مش عايزها في الارضيه، انا عايزها مثلا على ارتفاع 2 متر، تمام؟ كده بقت على مستوى 2 متر، تمام؟ لو حد مش مصدقني نجيبها له في سيكشن، نرسم سيكشن، انا مجرد رسمت سيكشن ازاي؟ ادوس الزرار بتاع السكشن فوق ودوست اول نقطه وتاني نقطه، وبعد كده جيت هنا كليك يمين جو تو فيو، تمام؟ هو جاب لي حاجات زياده، ارجع تاني هدوس كنترول تاب، هقف على السكشن، هلاقي السكشن باصص لحته قدام كمان، مستوى الرؤيه بتاعه طلع قدام شويه، طيب انا ممكن اجي هنا وابص على الخصائص بتاعته الاقي ان الاوفست بتاعه المستوى ده كله، هقول له لا انا عايز مثلا ايه متر مثلا، نص متر، كده بقى نص متر، تمام؟ الحاجات دي مستوى الرؤية بتاعه، فانا ممكن اسحبها شوية يمين او شمال، ممكن اجي كده اقول له بص لحد هنا وكليك يمين جو تو فيو، تمام؟ اده الصاج واده الجريلا، تمام؟ الجريلا دي على ارتفاع 2 متر من الارضيه بتاعتي، تمام؟ لو انا رجعت كده عايز اوصل الجريلا دي بالصاج اعمل ايه؟ بسيطه خالص، اقف على الجريلا، اعمل سيلكت للجريلا لمخرج الهواء، انا مجرد ان انا وقفت على اي حاجه بيديني شويه خصائص خاصه بيها. طيب انا دلوقتي واقف على جريلا، هو عارف ان دي جريلا فمديني حاجه اسمها كونكت انتو، بيقول لي الجريلا دي هوصلها بصاج، فاجي هنا واقول له وصلها لي بالصاج دوت، فهو اوتوماتيك هيعمل لي الكونكشن بتاعتها، بيشوف مخرج جريلا كام ويروح موصلها بالصاج. تمام اهي وصلها اهي، فانا هدوس كليك يمين على السكشن، تمام؟
على سيكشن كليك يمين جو تو فيو اهي. التعديل في ريفت سهل قوي، يعني مجرد ان نقف على حاجه وحرك السهم يمين او شمال هتلاقي الحاجه بتتحرك معايا، ولو دوست شيفت وانت بتدوس سهم يمين او شمال او فوق او تحت بيسرع لك الحركه. يعني لو دوست شيفت وبدات اتحرك هتلاقي الحركه بقت اسرع. وفي ميزه كمان في الريفت، لو انا عملت حاجه غلط هيقول لي. لو انا جيت كده وبدات احرك الجريلا تحت الصاج هيقول لي لا ده كده في مشكله عندك، كده الكوع دوت هيخبط في التاب او هيخبط في الكوع. جاب لي رساله هي بيقول لي الضغط بتاعك خلاص كده دخل في دايركشن غلط، كده الحاجه مش هينفع تمشي مع بعض، الكوع دوت خابط في التاب، فاقول له كانسل يرجع الخطوه اللي انا عملتها غلط. طب الحاجه دي 2 دي عايز اخليها 3 دي هعمل ايه؟ هاجي تحت هنا الاقي حاجه اسمها ديتيل ليفل، هي واقفه على الكورس. كورس هي بتبقى درجه دقه قليله خالص، ميديم وسط، اللي اعلى منها الفاين. الفاين الفرق بين الفاين والميديم، في حاجات في الميديم بتبان سنجل لاين زي البايب، في الفاين كل حاجة بتبان دبل لاين وبشكلها الحقيقي تمام. وده برضو بيديني الفيزابيلتي بتاعتها. واير فريم حاجة بسيطة خالص، الهيد لاين بيجيب لي حاجة أدق شوية، الواير فريم بيجيب لي الحاجة اللي وراها شفافة أقدر أعمل لها سيلكت الحاجة اللي وراها، الهيد لاين لأ تمام. هنشوف الحاجات دي مع بعض أثناء الشغل إن شاء الله. بس أسئلة؟ لا هو ميكانيكا باشمهندس نادر، هو الميكانيكا وبلامنج وكهرباء كل حاجة إن شاء الله، ونفس الكلام ده هيتكرر هناك، نفس الكلام ده مشترك بينهم كلهم إن شاء الله تمام. طيب لو أنا عايز أخلي الوصلة ديت تمام، انا عملت سيلكت كده على على الجريلا، عايز ابعدها شويه هدوس شيفت وسهم يمين. طيب انا عايز اخلي الوسطه دي تبقى فليكسبل، اعمل ايه؟ باجي ببص كده في الحاجات اللي هنا بلاقي عندي حاجه اسمها داكت، وعندي حاجه اسمها داكت بليس هولدر، عندي حاجه اسمها كونفرت تو فليكسبل داكت. ايه كونفرت تو فليكسبل داكت؟ هيحول لي الداكت لفليكسبل داكت، هعلم عليه واروح مختار الجريلا، بختار الجريلا مش بختار الضغط، لا بختار الجريلا، مجرد ان انا ادوس على الجريلا بيحول لي الوصله لفليكسبل ضغط، وبياخد المسافه بتاعتها مسافه الفليكسبل من هنا ماكس لينس اطول مسافه يمشيها الفليكسبل، وبعد كده يتحول لصاج قد ايه. يعني ممكن اقول له خليها مثلا ايه نص متر، هيمشي نص متر فليكسبل والباقي كله يخليه صاج عادي، لان في بعض الناس تقول لك لا الفليكسبل ما ينفعش تزيد عن متر ونص، الناس تقول لك الفليكسبل اللي هي الوصله المرنه او الصاج المرن ما ينفعش يزيد عن 2 متر عن متر عن متر الا ربع، كل شركه او كل منطقه بيبقى مقتنعه بحاجه معينه تمام. طيب هي كل حاجه، كل حاجه من اللي احنا نقولها في الطاقات هتلاقيها بتتكرر في البايب، هتلاقيها بتتكرر في الالكتريكال، فهتلاقي فيها افاده ان شاء الله. ليه؟ لان هي فكره البرنامج واحد. يعني لما اخترت الضغط قال لي حدد لي الاوفست وحدد لي الويتس والهاي، لما انا هختار البايب هيقول لي نفس الكلام، فهي الفكره واحده. انا يعني حتى لما بسمع اركتكشر او بسمع استراكشر بستفيد، بلاقي فيه معلومات كويسه. برضو كيبل تري هتلاقي نفس الحاجات موجوده فيه ان شاء الله تمام. طيب ده بالنسبه للدكت. في حاجه اسمها دكت بليس هولدر. يعني ايه دكت بليس هولدر؟ يعني انا لسه ما عملتش التصميم بتاعي، عايز افكر كده بقلم رصاص سنجل لاين على اساس احدد الحاجات من غير ما يقول لي لا ده في كوع خبط في كوع تاني او حاجه زي كده. فاختار دكت بليس هولدر وابدا ارسم دكت، اقول له مثلا دكت بتاعي هيمشي كده هيمشي كده، هاخد فرع هنا كاني بدخل اوض مثلا، ببدا افكر الدكت بتاعي هيمشي ازاي، اقصر طريق ليه. هي في قاعده كده ان انت لو عايز تعمل تصميم كويس اعمله سهل وبسيط ما تعقدوش تمام. هتلاقي ان انت بالنسبه لك سهل ان انت تتعدل فيه. يعني لو جبت الضغط دوت وقلت لا الضغط ده انا شايف ان هو المفروض يجي من هنا كده مثلا يجي هنا، ما فيش اي مشكله خالص، هتلاقي سهل معاك يتحرك معاك بدون اي مشاكل، بدون ما يقول لك لا ده فيه مقاسات ومش مقاسات والحاجات دي كلها. لما تستقر على التصميم اللي انت عايزه حاسس ان ده احسن تصميم،
بتقف على واحد على اي ضغط فيهم بس من غير ما تدوس، لا كليك يمين ولا كليك شمال، مجرد بس تقرب بالسهم كده لحد ما اللون يتحول لازرق وتدوس تاب. تمام، حددت الشكل كله، باجي فوق بلاقي حاجه اسمها كونفرت بليس هولدر، بيحول لي الضغط دوت البليس هولدر لضغط حقيقي. تمام، بلاقي حول لي الصاج اهو زي ما احنا شفنا. اللي احنا بنشرحه ده ميكانيكا، مش مهندس حسام بيسأل، لا احنا بنشرح ميكانيكا ريفت ام اي بي، يعني ميكانيكال الكتريكال بايبنج اللي هو الجزء الخاص بالكهروميكانيكا. تمام، ان شاء الله هناخد راحة كده 10 دقايق، الناس تصلي ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة. طب لو حد موجود دوس واحد عشان بس اتأكد الناس موجودة ولا لسه بتصلي. ماشي، تمام، الله ينور، خلاص كده ان شاء الله هنكمل مع بعض. طيب في حد عنده سؤال في اللي فات او في حاجه مش واضحه في اللي فات؟ لو حد عنده اسئله في اللي فاتت نشوفها كده مع بعض باذن الله. لو حد عنده اي سؤال او اي سؤال عموما يعني في برنامج الريفت او البي اي ام. انا مستني الاسئله. افضل نسخه للبرنامج ممكن تحملها موقع اوتوديسك، يعني حاول قدر الامكان تحملها موقع اوتوديسك. ماشي، بس تكون في برنامج الريفت، يعني قدر الامكان تكون في البرنامج مش في السيستم نفسه. افضل نسخه للبرنامج ان انت تحملها موقع اوتوديسك. بترسم الدور الثاني وللاسف مش بيظهر عند الرسم. طيب ده السؤال ده هنجاوب عليه بالتفصيل. فرش رشات ماشي بسيطة خالص ممكن، بس مش عارف حركة الماوس متأخرة عن الصوت. ممكن هنحاول نشوف الموضوع دوت. ماشي، مفيش مشكلة خالص. يعني لو انت سطبت ريفت 2012 او 2013 او 2014 مفيش مشكلة، لان الغرض ان انت تعرف البرنامج تشغل بيه. انما احنا شغالين بريفت 2013 في الشرح، بس الفرق بينهم مش كبير، مش شايف. لو عندك حساسيات وعايز تدخلها حاضر، ممكن ندخل ملف الريفت، ملف الاوتوكاد جوه الريفت، هنشوف الموضوع ده كله ان شاء الله بالتفصيل. تمام، طيب هي المحاضرة موجودة على النت ان شاء الله، وكل حاجة احنا بنقولها من اول خالص، يعني قدر الامكان ما نعتمدش على ان احنا شرحناه قبل كده، فان شاء الله مش هتلاقي في حاجه صعبه، وهتلاقي المحاضره ان شاء الله على ملتقى الضارين. وربنا يبارك فيك يا باشمهندس. طيب حد عنده اسئله تانية قبل ما نبدا؟ طيب طيب هو دلوقتي هنكمل مع بعض برنامج الريفت. احنا كنا بنرسم تكييف. طيب لو انا هوريك بقى شويه، يعني في شويه طرق بتسهل الموضوع دوت. تمام، ممكن اوريك طريقه دلوقتي. انا دلوقتي هحط اير تيرمينال اللي هي مخرج الهواء، ماشي. هاجي هنا اقول له خلولي على ارتفاع 2000 متر، 2 متر يعني 2000 مللي يعني 2 متر. تمام، وحطيت اهي واحده اهيت ويرترمن كمان اهيت، ممكن اخدهم هما الاثنين كده. العلامه دي بتظهر لان هي مش متوصله لسه. طيب لو انا العلامه دي مش عايز تظهر معايا، ممكن اروح من انالايز
هي دي مفيده ان بتقول لي ان في حاجه مش هتوصلها بحاجه. الاقي عندي حاجه اسمها تشيك سيستم، حاجه اسمها شو ديسكونكت، ادوس عليها واشيل العلامه ديت واقول له اوكي. العلامه دي بتفيدني ان في حاجه مش هتوصلها بحاجه، بتعمل تشيك الحاجه بحيث ما بقاش انا نسيت ان انا اوصل مثلا مكنه بالضغط بتاعها او بالبايب بتاعها، لا بتجيب لي علامه بتقول لي في حاجه لسه مش متوصله، في ضغط مش بتوصل. طيب انا كده حطيت اتنين اير تيرمينال، طيب هنجاوب حاضر على الاسئله دي كلها. طيب ادهم الاير تيرمينال، عايز اخدهم كوبي، عندي هنا في اوامر موديفاي اهي، ممكن اقول له انا عايز كوبي وانسخهم، ولو انا عايز انسخه كذا مره، لو انا عايز انسخه كذا مره بروح قايل له هنا ايه مالتي ايبل، مالتي ايبل يبقى هنسخهم كذا مره، كونسترين يبقى هنسخهم افقي وراسي، يعني انا دلوقتي لما بنسخ عادي بيلف بيجي معايا في اي زاويه، لو انا عايزهم يجي بزاويه 180 و90 اروح دايس كونسترين عشان يجي معايا طوالي كده. طيب انا عايزين نخلي الريفت هو اللي يوصل بين الحاجات ديت، عايزين نشوف طريقه نخلي الريفت هو اللي يوصل الحاجات ديت ببعض. تمام، هقف على اي جريلا فيهم واقول له اعمل لي سيستم. السيستم ده مفيد في حاجات كتيره، من ضمنها ان هو بينظم لي الحاجات بتاعتي، يعني كل مثلا اير هاندلنج يونت متوصله مع بعض بسيستم واحد. تمام، كل يونت متوصله مع بعض بسيستم واحد، بنعمل السيستم ده على اساس ننظم بقى الشغل بتاعنا. فانا اقول له اعمل لي سيستم ضغط، والسيستم ده هيبقى سبلاي لان الجريلا دي جريلا سبلاي، اقول له اوكي. طيب دي جريلا السبلاي، تمام، عايز ادخل بقيه الحاجات دول في نفس السيستم دوت، هاجي هنا واقول له ايه دي السيستم، يعني انا عايز اعدل في السيستم دوت، عايز اعدل ايه، عايز اضيف، اقول له اد تو سيستم، زود لي الجريلا دي والجريلا دي والجريلا دي والجريلا دي والجريلا دي، خلاص كل دول بقى في سيستم واحد، فاقول له فينش ايد السيستم. تمام كده كل دول في سيستم واحد، يبقى انا لما هقف على الجريلا ديت هلاقي حاجه ظهرت لي جديده اسمها جنريت لي اوت. جنريت لي اوت يعني ايه؟ يعني هو هيبدا يكون لي اوت وانا ممكن ابعدل فيه بعد كده، هو مجرد بس شكل كده بيسهل عليا، بيقول لي انا شايف ان اللي اوت المناسب الشكل دوت، تقدر تعدل فيه او تقدر تعدل فيه، يعني هو شايف الشكل ده، لو الشكل ده مناسب خلاص قول له فينيش، لو مش مناسب بتلاقي هو مديك اختيارات بتقول له لا طب اديني جرب لي الشكل التاني، فبيبدأ يكون لك الشكل التاني. طب ممكن تشوف اشكال تانية، اه ده نتورك تبدأ تشوف الأشكال التانية لحد ما تستقر على الشكل الأنسب ليك والمناسب ليك. تمام، هتلاقي أشكال كتيرة لحد ما إن شاء الله أكيد شكل فيهم يعجبك. ممكن تقول له بليس بيس، يعني حدد لي النقطة الأساسية اللي هيبدأ منها الفرع اللي هتدي الحاجات دي كلها، أنا حددت لهم المكان دوت. تمام، فهو وصلها بالشكل دوت. ممكن اقول له ايه، ممكن اجي ابدا اعدل انا فيها، اقول له اديت لي اوت واعدل فيها، يعني اجي على الساق دوت اجيبه يمين شويه شمال شويه، الساق ده برضو اعدل فيه زي ما انا عايز، يعني تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، ممكن اقول له سوليوشن وابدا اشوف الاشكال اللي عندي، هلاقي في حاجه اسمها سيتنج. سيتنج يعني ايه؟ بيقول لي دلوقتي انا هحول لك دول كلهم لضغط، عايزهم على ارتفاع كام؟ وعايزه انهي ضغط؟ يعني هل انت عايز الضغط الريكتانجل ولا عايز الاوفال ولا عايز انهي ضغط بالظبط؟ فببدا احدد الحاجات بتاعتي وبقول له ارسم لي فليكسيبل، يعني بين الجريلا والصاج ارسم لي فليكسيبل اقصى حد ليه 1800، ممكن تقول له لا خليها 1000 زي ما انت عايز. تمام اوكي، واقول له فينيش لي اوت، هو هيبدا بقى ايه يصمم يعمل الشكل ده كله.
نفس الكلام ده برضه هنلاقيه ان شاء الله في الميه. بدأ هو يعمل الصاج، تمام. ممكن تعمل اي شكل انت عايزه، هتلاقي وصل هو بينهم على طول، وحط الجريلا هعمل لها فليكسبل، تمام. دي طريقة من الطرق السهلة اللي ممكن توفر عليك وقت في التصميم، او ممكن تعملها انت يدوي. هترسم صاج وتبدأ انت توصل بينه، يعني هقول له ارسم لي دكت دي تي، تمام، وهتبدأ ترسم الصاج بتاعك اهوت. وتبدأ انت بقى توصل، يعني تقف على الجريلا ديت، وهقول له كونكت انتو، وراح موصله بالصاج دوت. ونفس الكلام الناحية التانية، ونفس الكلام في كل الجريلات، لحد ما نبدأ نوصل الصاج كله ببعض. طيب لو عايزين نحط مكنة، احنا بنبدأ بالحاجات السهلة، وواحدة واحدة ان شاء الله نوصل ان احنا نعمل مشروع كامل بإذن الله بدون امشي. طيب عايز احط مكنة، اقول له ميكانيكال اكويبمنت، ميكانيكال اكويبمنت، بيقول لي دي المكنة اللي عندك، تمام. تعال ندور على مكنة وليكن مثلا اول دور اير هاندلنج يونت، دي عبارة عن فاميلي، تمام. اهي دي المكنة، خلي بالك اول ما حطينا اعمل لي مربعات زرق. ايه المربعات الزرقاء دي؟ دي جميلة جدا في الفاميلي، ان هو بيقول لي ان الجريل، ان المكنة ديت او الفاميلي دي فيها توصيلات لازم توصل بيها، يعني لازم يتوصل بيها ضغط، ولازم يتوصل بيها كهرباء، ولازم يتوصل بيها بايب. فلو انا نسيت هو هينبهني يقول لي انت في حاجه انت لسه ما وصلتهاش. طيب لو انا جيت هنا اوصل، ادوس هنا على المربع ده كليك يمين، هيقول لي ده المفروض ان هنا بيطلع ضغط، اقول له درو ضغط، هبدا ارسم الضغط. الضغط اللي خارج من المكنه مساحته كبيره 2400 في 2400، طب انا عايز اصغره، هقول له خليه 1000 في 1000، بس ما جيش هنا، لا اديله مسافه. ليه؟ لان هو هيرسم ريديوسر، طبيعي اصلا في المشروع ان هو هيرسم ريديوسر، فانا بديله مساحه للريديوسر واروح دايس، تمام. ادي هو رسم الريديوسر. طيب عايز اجي يمين او شمال او اي حاجه، مفيش مشكله خالص، كانك بترسم دكت عادي خالص، تمام. يعني لو خلينا نرسم كده اهي. طيب عايز اطلع، هو دلوقتي ماشي على ارتفاع 1300، عايز اخليها مثلا 2000، مفيش مشكلة، اقول له عايز امشي على ارتفاع 2400 مثلا، ممكن اكتب الرقم على طول، اجي هنا واقول له ايه ارسم الضغط، وده ضغط عادي ممكن تبدأ توصل بيه الفرعات بتاعتك، ممكن توصل بيه الاير تيرمينال عادي، مفيش اي مشاكل خالص، تمام. طيب تعالى بقى هنا في الضغط في بقية الحاجات. طيب لو جيت هنا وقلت له هنا كليك يمين وقلت له ارسم لي ضغط، بيديني الحاجات بتاعتي، بيقول لي ده 2400 في 1100 وعلى ارتفاع 60 سنتي، هقول له خليه ده مثلا 1100 وده خليه 950، زي الحسابات بتاعتك ما تقول، هتشوف بقى الحسابات بتاعتك تبدأ ترسم الحاجة اللي هتطلع لك على برنامج الدكتليتور او اي برنامج تاني بتاع الحسابات، تمام. طيب برضه نفس الفكرة، هبدأ اغير الارتفاع، هو طبعا انت لما تيجي ترسم حاجة زي كده بالاوتوكاد هتاخد منك وقت كتير، تمام، ان انت تقعد ترسم الحاجة هتاخد منك وقت كتير قوي. طيب هنا هلاقي البايب، طب تعال نرسم بايب كده، كليك يمين درو بايب، قال لي انت عندك هنا الوصله دي ممكن نخرج منها مواتين في بعض، في واحده رتن وواحده سبلاي، عايز تخرجها رتن ولا سبلاي؟ اقول له خرجها لي سبلاي، اوكي، وابدا ارسم دكت سبلاي، هبدا ارسم معلش بايب سبلاي. تمام، دي نفس فكرة البايب، البايب باين سنجل لاين، لأن هنا احنا واقفين على ايه الميديم، هقول له فاين عشان يبين معايا كل حاجة
زي ما هي موجوده في الموقع حقيقي، وممكن اعلم على دول كلهم واختار لهم سايز معين. يعني اقول له مثلا لا ده دول انا عايزهم مثلا نص بوصه بوصه زي ما انا عايز، تمام. ممكن اقول له دول خليهم لي كلهم مثلا 50. طيب تعالى نشوف في ضغط فوق هنا، تعالى نشوف لو احنا هنرسمه ايه اللي هيحصل. اولا ده ضغط الفوق، فانا لما اقول له اضرب الضغط، هو مثلا ده على ارتفاع كام؟ ده على ارتفاع 2600. لو انا جيت ارسم كده على طول 2600 وهاجي ارسم، ايه اللي هيحصل؟ هيرفض. هيرفض ليه؟ لان ما ينفعش الضغط يبقى خارج على 2600 ويمشي على 2600، لازم يطلع مسافة معينة وبعد كده يبدأ يرسم. فهمنا الفكرة؟ يعني هو هنا لما جه، لما جينا نرسم الضغط، تمام، وليكن مثلا عندي مثلا اي حوض مثلا وجاي اخرج منه على طول، ما ينفعش اخرج اول على نفس الارتفاع، لازم انزل مثلا 5 سنتي وامشي. فانا لما هقول ارسم لازم اطلع مسافة معينة، قد ايه المسافة دي؟ وليكن مثلا نخليها مثلا 3 متر 200 ونشوف هتقضي ولا مش هتقضي، واقول له ارسم. هيرفض. هيرفض ليه؟ تعال نشوفها في السكشن ونعرف هيرفض ليه. لو السكشن هسحب بس على السكشن كده اللي ورا عشان ما تجيبليش بقية الضغطات، كليك يمين جو تو فيو، تمام. ادي المكنة، تمام. طيب انا هنا لما هقول له ارسم لي درو دكت وهمشي كده، طبعا ما انت كده مش هقدر ارسمها، ده لازم اطلع مسافه معينه، لازم اطلع لفوق الاول، تمام، عشان يرسم. انما لو قلت له ارسم كده طوالي مش هيقدر يرسمها، تمام معايا. كليك يمين هقول له درو دكت، اطلع مسافه معينه، كليك يمين درو دكت، لو الدكت اهوت تمام، وابدا امشي بقى بالمسافه اللي انا عايزها. دي الفكره اللي انا عايز اقول لكم عليها، ان انا اقدر كل حاجه البراح بتاعها اللي موجود في الموقع، يعني مش براح خاص بالريفت، لا، الحاجه اللي هتنفذ فعلا في الموقع. يعني لو احنا بنرسمها مثلا كاد او مانوال، او هطلع سنتي واحد واروح ماشي، هنا لا، بيجبرك ان انت ترسم صح. الابعاد بناء على ايه؟ احنا بنبدا نحسبها برنامج زي برنامج الدكتيليتور، بنبدا نحسب كميه الهواء اللي ماشيه قد ايه والفريكشن قد ايه، فبيطلع الصاج مثلا هيطلع مثلا 500 في 500، 900 في 1000، زي ما يجي، تمام. الضغط عباره عن ايه؟ عباره عن الصاج اللي ماشي فيه الهواء اللي بيدي للجريلات، تمام. يعني انا بيبقى عندي مكنه وعايز تغذي هواء للمكان اللي احنا قاعدين فيه، فبيمشي بصاج، تمام. ان شاء الله هحط لكم صور الحاجات دي، ربنا بس يذكرني، على منطقه الدارين بحيث ان انت تشوفوها، تمام. الضغط عبارة عن صاج بيمشي فيه الهواء لحد ما يوصل للمكان اللي عايز يتغذى، تمام. طيب احنا قلنا الضغط، قلنا البليس هولدر، وقلنا كونفرت تو فليكسبل ضغط. بلا عندي حاجة اسمها ضغط اكسورسيس. يعني ايه ضغط اكسورسيس؟ دي اللي هي مثلا الفاير دمبر والفوليوم نمبر. طيب كويس ان هو جاب لي رساله بيقول لي ايه، نو داكت اكسورسز فاميلي از لودد ان ذا بروجكت، مفيش داكت اكسورسز متحمله في المشروع. طيب كده انا اقدر افهم ايه؟ افهم ان ده سيستم فاميلي ولا بورتابل فاميلي. خلاص ان شاء الله المصطلحات برضه هنقولها باذن الله. طيب لما انا اجي احمل حاجه فاميلي معينه، لما اجي استدعيها ويقول لي انها مش موجوده، دي معناها انها بورتابل فاميلي، انها بتتحمل في المشروع، تمام. دي نقطه لازم نخلي بالنا منها، ان انا المشروع بتاعي
ما فيهوش كل الفاميلي اللي موجوده عندي على الجهاز، لا ده هو انا بحمل كميه فاميلي انا ببقى محتاجها، تمام. فكل مشروع بحمل مثلا فيه، اكون مثلا انا عارف ان انا هشتغل المكن اللي هو الصغير اللي هو الزبالة مثلا، تمام، اللي هو عباره عن جزئين، بيبقى جزء بره اللي هو جزئين عاديين، جزء بره الاوضه وجزء جوه الاوضه، فده هحمله في المشروع ده عشان مشروع صغير فيلا. في مكان تاني محتاج اير هاندلنج يونت، فبحمل المكان اللي انا عايزها، ما بحملش كل حاجه في المشروع. طب بحملها ازاي في المشروع؟ بقول له يس، ببدا احملها، اشوف الفام اللي عندي فين، وليكن مثلا على الايه، شوف انت محملها فين، ريفيت. دكت اكسورسيس، اي خلي بالك مش هتلاقي دكت ولا بايب، لان الدكت والبايب عباره عن سيستم فاميلي موجوده في قلب البرنامج. هقول له دكت اكسورسيس وابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا عايز احملها، تمام. كل دي حاجات ممكن تحملها، كل واحده من دول ممكن تؤدي غرض. فاير دمبر راوند، اقول له انا عايز فاير دمبر يكون عباره فاير دمبر، ده عبارة عن فاير دمبر، هقول له اوكي واحملها. اول ما اقرب من الضغط هو يبدأ ياخد الابعاد بتاعة الضغط، تمام. مجرد ان انا قربت من الضغط خلاص هو خد الابعاد بتاعتها زي ما انت شايفين. طيب يبقى انا لو جيت هنا سيستم تاني وقلت له انا عايز احمل ضغط اكسورسيس، مش هيعترض، مش هيقول لي مش موجوده، لا هي في موجوده، ما دام في فاير دامبر موجوده يبقى خلاص هياخدها على طول. طب لو عايز احمل حاجه تانية هقول له لود فاميلي وادور على الفاميلي اللي انا عايزها وابدا احملها في قلب البرنامج، تمام. ازاي اسم كانفاس؟ مش معلش يا باشمهندس صلاح، انا مش فاهم يعني ايه اسم كانفاس بعد المكنه، معلش بعد اذنك وضحها بس. ملف البورتا والفاميلي، ماشي. كل الفاميلي انا بحملهم، هو انا في 10 جيجا انا جبتهم بحملهم، وهحط لكم الوصله بتاعتها ان شاء الله على ملتقى الضري. 10 جيجا يعني ان شاء الله هتشتغل بيهم، مش تحتاج فاميلي بعد كده تاني، تمام. طيب نكمل ان شاء الله. طيب يعني دلوقتي مثلا لو عايزين نعمل مشروع بسيط خالص، هقول له ميكانيكال اكوبمنت ونشوف ايه المكنه اللي انا عايزها. ممكن تكون انت هتشتغل بمكنه فان كول يونت، مكنه صغيره بتدي عدد معين من الجريلات، ممكن تكون هشغل مكنة اير هاند يونت، مكنة كبيرة ممكن تغذي مثلا دور كامل، تمام. بتبدأ تختار المكنة من هنا، اقول له مثلا عايز المكنة ديت، وهتلاقي كولينج تاور، هتلاقي كل المكن بتاع الاوضة المكن، بتحملها وتبدأ توصل الوصلات بتاعتك عادي، تمام، مفيش اي مشكلة. طيب لو قلنا ان احنا مثلا عايزين نرسم وراكم مثلا حمام صغير كده، ماشي، انا لغيت الحاجات، هبدأ نرسم بس حاجات صغيرة. هنبدأ هرسم أوضة، ماشي، حاضر. انا دلوقتي مثلا عايز ارسم، هرسم حتة بسيطة خالص، مجرد بس ان انا اوضح الموضوع. اقول له وول ارتكشر، وابدأ ارسم الحيطان ديت، ارسم اوضة صغيرة بس عشان احط شغل البلامنج فيها. طيب لو احنا قلنا هنا في سيستم عايز ابدا احط شغل البلومنج، هاجي هنا من بلومنج فيكتشر، تمام، بلاقي اي ده مثلا عندي حوض، الحوض الحوض بيحتاج اي حاجه تحط عليها. بص هنا مش هيرضى يتحط، تمام، هو هوستد، لما اجي ابص هنا بلاقي ان هو هوستد لازم يتحط على حاجه، اقول له مثلا حطه هنا، ده الحوض. ده الحوض اهو، ماشي، ممكن احط حوض تاني،
تمام. ممكن ادور مثلا على اي حاجة تانية بدل الحوت، ممكن احط مثلا ووتر كلوزد. زي قاعدة تمام، عايز ابدأ اوصل بينهم. ماشي طيب، بكل بساطة خالص، ما دمنا فهمنا فكرة التكييف هنلاقي نفسنا فاهمين فكرة. هنا مجرد ان وقفت على المكنة جاب لي مربع، المربع ده على اساس ان هنا هي عايزة بس مية باردة بس. هدوس كليك يمين واقول له ارسم البايب، درو بايب، وابدأ ارسم البايب. بيقول لي انت عايز كولد ووتر ولا سناتري ظرف، اقول له انا عايز كولد ووتر. هنا كولد ووتر وسناتري تمام. هبدأ ارسم كولد ووتر تمام. ممكن اجي هنا حسب التصميم اللي انت عايز ترسمه، ممكن تمشي بيهم كلهم على نفس الارتفاع او تطلع او تنزل، مفيش مشكله خالص. هقول له ارسم لي على 1400 ماشي. يعني لو جيت هنا وقلت له عايز ارسم كولد ووتر درو بايب، الدرو بايب ما ترسمش. تعال نفهم ليه ما ترسمش. انا مستني من الاول ان الحاجه دي ما تجيش. طيب هنشوفها ما ترسمتش ليه. هدوس في في تمام، وهلاقي هنا عندي حاجه اسمها فلتر. فلتر ده يعني ايه الحاجه اللي تظهر او ما تظهرش معايا. هظهرهم وبعد كده نشرح ايه موضوع الفي في ده بالتفصيل. هقول له اوكي تمام. ادي هي المصير ظهر. الفي في عباره عن ايه اللي اشوفه وايه اللي ما اشوفوش. يعني احنا نفهم المصطلح دوت حتى لو ما طلعناش بالمحاضره، غير ان احنا نفهم موضوع الفي في فده كفايه جدا تمام. الفي في عباره عن ايه؟ انا دلوقتي عندي دور كبير قوي تمام، وعندي الدور التاني ده في شغل التكييف وشغل البلامنج وشغل الكهرباء وشغل كل حاجه. فممكن تكون انت في المشروع مش عايز تشوف حاجه معينه. يعني لو جينا نبص على المشروع دوت كده تمام، انت هنا عايز تشوف التكييف بس مش عايز تشوف البلامنج. طب ازاي هما الاثنين مرسومين في نفس الدور ومرسومين على نفس الارتفاع؟ دي بقى اللي عايزين نخلي بالنا منها قوي تمام. يعني انا دلوقتي عند الدور الثاني في شغل صحي وشغل تكييف وشغل كهرباء وشغل فاير وكل الشغل اللي انت عايزه تمام. طيب ازاي افرق بينهم؟ ازاي اقول له ان اللوحه دي اللي قدامي دي يظهر بس شغل التكييف واللوحه الثانيه يظهر فيها شغل الصرف؟ اعمل ايه؟ بدوس في في تمام. بلاقي هنا جاب لي الحاجات اللي هتظهر والحاجات اللي ما تظهرش تمام. فمثلا لو انا جيت هنا فلتر ليست، فلتر ليست دي بتفلتر لي الحاجات اللي هنا. يعني بيقول لي ايه الحاجات اللي انت هتتحكم فيها دلوقتي. هقول له انا عايز الميكانيكال والالكتريكال، مش عايزين الاركتكشر والاستراكشر تمام. جاب لي الحاجات ديت. ممكن اقول له انا مش عايز الاير تيرمينال ولا الضغطات. بص ايه اللي يحصل. الضغطات اختفت والاير تيرمينال اختفى. اللي ظاهر دلوقتي ده عباره عن يا اما فليكسيبل يا اما الفيتنج بتاعت الضغطات. هدوس في في واقول له اخفي لي الضغط فيتنج واخفي لي الفليكسيبل. اوكي كده اخفى الاثنين. طب انا عايز اظهر البايب، عايزين نشوف ازاي نظهر البايب. اقول له في في بص على البايب، هل البايب ظاهرة ولا لأ؟ هلاقي البايب ان شاء الله ظاهر. البايب اهي، البايب ظاهر. اللي يدل انها ظاهرة ان موجود اصلا شغل الحمامات اهو موجودة. طيب هقول له في في، هقول له انا مش عايز اظهر البايب. تعال نشوف الموضوع دوت. هقول له انا مش عايز البايب ولا عايز البلامنج فيكتشر. اوكي هل اختفى من هنا واختفى من هنا؟ يعني ممكن يبقى عندي الدور التاني في فيو ظهر في شغل الكهرباء، وفيو تاني جنبيه ظهر في شغل الصحي، وفيو تالت ظهر في شغل التكييف، وفيو رابع ظهر في الشغل كله على بعض عشان نعمل كوردينيشن.
تمام؟ تمام. طيب يعني ممكن اجي هنا على الدور التاني دوت، عايز اعمل منه نسخة تانية، هدوس كليك يمين واقول له دوبليكيت، هجيب لي اختيارين، دوبليكيت ولا دوبليكيت ويز ديتيلينج. دوبليكيت يبقى هيعمل دوبليكيت، بس الكتابات مش هياخدها معاه، يعني لو في اي حد كاتب تاج او كتابات او دايمنشن مش تيجي معاه، ودوبليكيت ويز ديتيلينج هيكررها بالتفاصيل كمان. دوبليكيت از ديمنتد هنشرحها بعدين. هقول له دوبليكيت مثلا، يبقى انا عندي نسخة تانية من ليفل 2، ممكن اخلي واحدة شغل الضغطات التكييف بس، والتاني شغل شغل البايب بس، او التانية فيها شغل الاتنين مع بعض. هاجي هنا ادوس اف 2 عشان اغير الاسم، واقول له ده خليه ليفل 2 رقم 2، اوكي، واجي اقول له في في، اقول له ازر الضغطات وزر الاير تيرمينال، اوكي. جزء منطقي، ماشي حاضر. تمام، ادي الضغطات اهي ظهرت اهي. تمام، طيب ممكن اقول له اظهر لي ليفل 2، اجي هنا ابدا اشوف انا عايز اظهر ايه، يعني ممكن اقول له في في واقول له اظهر الاير تيرمينال والضغطات والحاجات بتاع الكهرباء، انا عايز اظهر شغل الكهرباء، كيبل تري زرولي، يعني اي حاجه تلاقيها اظهر لي كله، هعلم على اول واقول له اظهر لي كله واقول له اوكي. ده الفي في عباره عن ايه اللي يظهر في الفيو ده بس، ما يظهرش، يعني هو ما بيأثرش في بقيه الفيوهات، هو بيأثر في الفيو ده بس. وان شاء الله مع بقيه المحاضرات هنلاقي الموضوع بدأ يعني في شويه تفاصيل كمان. تمام كده اظهر للشغل كله، هتلاقي شغل الضغطات مع شغل الكهرباء ومع شغل البلامنج، كانك هتعمل ايه كوردينيشن مع بعض. تمام، طيب ممكن اقول له في في، اول واحده دي الموديل، دي الحاجات ال 3 دي، الحاجات ال 3 دي زي الضغطات زي الفيكتشر بلامنج، فيكتشر زي البلامنج زي الكيبل تري، الحاجات اللي انت لما تدخل الموقع هتشوفها بعينيك. انما في حاجه اسمها انوتيشن، انوتيشن دي الكتابات، هتلاقي فيها مثلا علامة سيكشن، يعني لو انت عايز تخفي علامة سيكشن من الفيو ده كله، هتبص على علامة سيكشن. تمام، اهي فين علامة سيكشن، اهي ظهر علامة سيكشن اهي. طيب لو جيت هنا وشلتها، شلت العلامة دي ودوست ابلاي، لو انا مثلا الضغطات عايز اشيل التاجات اللي عليها، هاجي من هنا اشوف ضغط تاج واروح شيل العلامة من عليها، خلاص تختفي تماما. انوتيشن دي الحاجات ال 2 دي، الحاجات اللي هي الكتابات، الابعاد، الدايمنشن، اي حاجه 2 دي، اي حاجه بتظهر بس في الفيو اللي انا واقف فيها. علامه سيكشن اختفت، هدوس عليها تاني واقول له اوكي، خلاص تبدا تظهر معايا. طيب لو دوست في في تاني واقول له انوتيشن، هتلاقي دي حاجات الكتابات، ممكن اقول له اول واخفيهم كلهم لو انا مش عايز انوتيشن خالص. الاناليتيك دي حاجه مش تبعنا، ده تبع ستراكشر. الامبورت كاتيجوري لو انا مدخل ملف كاد، زي ما ان شاء الله هناخد المحاضره الجايه، دخلت ملف كاد وابدا اظهر واخفي الحاجات اللي فيه، ممكن اخفي، ممكن يكون مثلا منزل كذا ملف كاد، اخفي واحد واظهر التاني. تمام، دي ملفات الاوتوكاد. الفلتر ده انا بعمل فلتر وهنشوفها ازاي ان شاء الله مع بعض، بحيث ان انا اقول له مثلا انا عايزك تخفي لي الضغطات السبلاي او تخفي لي ضغطات الريتيرن، بتحكم اكتر من ان انا اقول له الضغطات كلها مره واحده. طيب انا عملت حاجه اسمها كروب فيو، عشان بس ايه نركز على الجزء اللي احنا هنشتغل فيه والجهاز ما يهنكش. تمام، طيب انا هبدا ارسم، الغي البايب دي وارسمها تاني مع بعض.
اعلم عليها وادوس ديليت. دي رسالة بتجيلي كل تلت ساعة بتفكرني ان انا اعمل سيف. تمام طيب، هاجي دلوقتي هنا ادوس كليك يمين وابدا اشوف ايه التصميم اللي انا عايز اصممه. درو بايب، وابدا ارسم بايب. هقول له مثلا عايز الدوميستيك، هبدا ارسم الدوميستيك اهوت. ممكن ترسم على نفس الارتفاع مفيش مشكله، ممكن اوطى ممكن اعلى حسب التصميم بتاعك. هاجي هنا واقول له انا عايز مثلا اطلع على 1200. وابدا امشي بالساق بتاعي. تمام، ممكن اجي هنا وارسم، اقول له ارسم لي بايب، درو بايب، وابدا ارسم البايب واوصلها بيها. تمام، هو اوتوماتيك هيوصلها. طيب، وهو حاجة تانية، اجي هنا وقول له انا عايز كونكت انتو. كونكت انتو يعني هديك صاج معين توصل. بيقول انت عايز الكولد ووتر ولا الهوت ووتر ولا السناتري. الكولد ووتر اللي هو المايه البارده، الهوت ووتر ما كانش موجود في القعده. تمام، هختار كولد ووتر واديله الصاج، واديله البايب، معلش اسف، هتلاقيه وصل على طول. تمام، زي ما انت شايف الموضوع بسيط ما فيش اي مشاكل خالص. وممكن نوصل بعد كده المايه السخنه. اجي هنا اقول له انا عايز اوصل ميه سخنه، درو بايب اهو، دي الميه السخنه. شوف انت عايز تطلع الارتفاع كام. في 400 مثلا، وابدا امشي كده. هاجي هنا اقول له كونكت انتو، خلاص الكولد ووتر خلاص اتوصلت، فمش هيسالني فيها، هيسالني في الباقي. هقول له هوت ووتر وروح موصل بالهوت ووتر. طيب لو انا عايز امشي بالصرف، هقف هنا واقول له كليك يمين، درو بايب، هيبدأ يرسم صرف طوالي لان هو اصلا يعني خلاص هو خد الكولد ووتر فمش مقاله غير الصرف. فاقول له هنا اعمل لي سلوب. سلوب يعني ميل الارض، ميل الماسوره. هقول له سلوب داون، انا عايز الماسوره من هنا تبدا تنزل. هقول له سلوب داون وابدا انزل بالماسوره. تمام، قد ايه؟ 1% مثلا. هي الماسوره دي فيها نقطه، الماسوره دي ماشيه خارجه لورا. تمام، اللي هي على شكل حرف بي مش اس. تمام، فاحنا ممكن نخلي الصرف يمشي ناحيتها. اجي هنا اقول له انا عايز امشي بماسوره الصرف، درو بايب. تمام، تمشي بقى بفكره، شوف انت عايز تمشي بالصرف ازاي. تمام، هقول له اعمل لي سلوب للصرف، سلوب داون 1%. اقول له مثلا انزل لي سنه كده صغيره، ليكم مثلا هنا، امشي بالصرف عادي. رجعت سنه صغيره للحيطه عشان ما تبانش، واقول له انزل لي تحت الارض. تمام، او هي المفروض تحت الارض. تمام، وهبدا امشي تحت الارض بميل برضه. ماشي اهي. طيب هي كده ما بنتش ليه؟ هي الحاجتين دول مهمين قوي، الفي في وحاجه اسمها تانية اسمها الفيو رينج. الفيو رينج اللي هي ايه؟ هشوف بس الاسئله بتاعت الناس. فلتر معانا جزء واحد جزء معين ماشي. اختار مصير انت تحددها، او بتحددها عادي خالص. البي والاس. تمام، عباره عن الماسوره اللي جوه القاعده بتبقى واخده حرف الاس. تمام، فتبقى نازله لتحت. البي بتبقى اللي ورا دي لما يكون ظهر القاعدة
للمانور او الشافت، تمام؟ طيب هقول لحضرتك الفلتر دلوقتي، بس شوف موضوع البيو رينج. البيو رينج ده من اهم الحاجات اللي لازم الواحد يكون عارفها، اللي هي ايه بقى حكايه البيو رينج؟ البيو رينج دوت خاصيه للفيو نفسه. يعني انا دلوقتي واقف في الفيو بتاع الدور الثاني، في خاصيه اسمها فيو رينج. يعني ايه؟ يعني انا اشوف من ارتفاع كام لارتفاع كام. يعني انا دلوقتي عندي خاصيه اسمها فيو رينج، بدوس هنا بلاقي عندي حاجه اسمها توب، وعندي حاجه اسمها كات بلان، وعندي حاجه اسمها بوتوم، وعندي حاجه اسمها فيو ديبس. نعرفهم بقى مع بعض. انا دلوقتي لو شغال عادي الدور بتاعي اللي انا شغال فيه، هقول له البوتوم بتاعي صفر والتوب بتاعي الدور اللي فوقيه على طول، تمام؟ طيب لو انا عايز اشوف اعلى من الدور بتاعي سنه، يعني ممكن يكون حاجه من الشغل بتاعي فوقيه، هقول له اطلع لي مثلا فوق متر. طب لو عايز انزل على الدور اللي فوقيه، يعني في مثلا، يعني مثلا ايه الصرف بتاع الدور اللي فوقيه مش عايز اشوفه، هقول له انزل لي على الدور اللي فوقيه سالب 700، تمام؟ يعني انا دلوقتي دي عباره عن الفيو دوت، هشوف من فين لفين، تمام؟ انا بس عايز اوريك صوره دلوقتي هتوضح لكم الفكره. الفيو رينج، تمام؟ هلاقي الصوره هنا، الصوره ديت دي الفيو رينج. انا دلوقتي واقف في الدور التاني، تمام؟ مش لازم اشوف من الصفر هنا للصفر هنا، لا، ممكن اكون انا مثلا عايز انزل عن الدور اللي فوقيه بسنه صغيره، اشوف السنه دي قد ايه واقول له انزل لي عن التوب مثلا 70 سنتي، او اطلع لي متر 20 زي ما انا عايز، تمام؟ اقول له اطلع لي مش الدور اللي فوقيه، للدور اللي فوق اللي فوقيه، او اقول له روف ليفل، يعني اطلع لحد دور الروف، او اقول له انليمتد، يعني مالكش دعوه بالارتفاع، هات لحد اخر حاجه عندك، تمام؟ ودي غالبا بستخدمها لما تكون بتعمل موقع العام، عايز تشوف ايه اعلى حاجه، مش مهم عندك نضيف في الدور الكام، لا، كل حاجه عايز تشوفها، تمام؟ طب انا بالنسبه لي ممكن اقول له ليفل 2 وادي له ارتفاع معين، يعني اقول له خليك في ليفل 2 لحد 2500، فوق كده ما تشوفش، او ممكن اقول له شوف لحد ليفل 3 وادي له صفر، تمام؟ الكات بلان ده خط قطع، تمام؟ بس الخط القطع ده معمارين عارفينه قوي، ان انت مثلا لو ترسم شباك وخط القطع يجي فيه هيبقى متهشر، لو فوقيه هيبقى سليم. بالنسبه لشغل الكهروميكانيكال ما فرش قوي، فرش غير في المكن نفسه، يعني البلامنج ده، البلامنج ما تخلوش اعلى من 1200. طب البوتوم دي اوطى نقطه عايز اشوفها في البلان، يعني ممكن اقول له البوتوم انا عايز اشوف اوطى نقطه بالنسبه لي سالب 900 مثلا، عايز اشوف تحت ايه بسبب 900. ودي غالبا بنستخدم الموضوع البوتوم دوت ننزل لتحت في الصحي، واقول له برضو الفيو ديبس سالب 900. الفيو ديبس ديت هشوف الحاجه اللي تحت البوتوم بس بلون خفيف شويه، تمام؟ زي الخريطه ديت او الصوره ديت. انا هنا ده بالنسبه لي الدور اللي انا فيه، دي اوطى نقطه بالنسبه لي ودي اعلى نقطه بالنسبه لي. ممكن اطلع لفوق شويه بحيث ان انا ما اشوفش حاجه هنا، تمام؟ وممكن التوب بتاعي اطلعه لفوق او انزله لتحت، اتحكم فيه بحيث اشوف ايه اللي يظهر معايا وايه اللي ما يظهرش معايا. واضح ولا اكرر؟ لو في حاجه مش واضحه على طول الحته دي تتكرر تاني، يعني بعد اذنكم لو في حاجه مش واضحه نعيدها تاني. طب الحته اللي فاتت بتاعت البيو رينج واضحه ولا مش واضحه؟ تمام، ماشي، هعيده. في المهندس عبد الرحمن بيقول نعيده، خلاص نعيده. الفكره كلها انا مستني واحد بس يقول نعيده ونعيده، تمام؟ خلاص بعد اذنكم نقولها تاني، تمام؟ انا دلوقتي البلان بتاعي ممكن يكون عندي شغل اوطى من زيرو، فاضطر ان انا انزل بالبوتوم، او ممكن يكون عندي الشغل بتاعي في التوب في مشكله فانزل بيه. هتلاقي ان كل سيستم ليه حاجه خاصه بيه، يعني شغل الصرف بضطر ان العب في التوب والعب في البوتوم، ليه؟ عشان ما اشوفش الصرف اللي فوقيه واشوف الصرف اللي تحتيه، انا عايز في الدور التاني اشوف الصرف اللي تحتيه مش الصرف اللي فوقيه. في التكييف ممكن تكون مثلا وانت شغال عايز تشوف شغل، مش عايز تشوف الحاجات، يعني عايز تقسم الدور لنصين، تمام؟ يعني عايز تقول له ايه، انا هطلع لوحه فيها شغل على ارتفاع معين وشغل تاني على ارتفاع معين. لو انت عندك مثلا بيزمنت كبير،
او في حاجه كبيره ممكن تعمل الموضوع دوت. الفيو رانش فادني شخصيا في نقطه معينه، كنت شغال في مشروع كبير جدا، مستشفى كبيره في البيزمنت بتاعها، وقال لي هات لي الضغطات اللي اوطى من 1800، يعني انت ماشي دلوقتي مش عايز تخبط في حاجه، فعايز اي ضغط ارتفاعه 1800 تاخد بالك منها، فدي لو هتعملها بالكاد مستحيله، صعب ان انت تقعد تعدي على ضغط. عملت ايه؟ قلت له خلي لي البوتوم بتاعي 1800، خلي البوتوم، خلي التوب بتاعي 1800، وخلي البوتوم بصفر. يعني انا دلوقتي هشوف ايه؟ هشوف اي حاجه من الصفر لحد ال 1800، من الصفر ل 1800، اي حاجه، اي ضغط اعلى من 1800 مش هشوفه، انا اشوف من الصفر ل 1800. فطلع لي اربع نقط بس هما اللي كان فيهم مشكله، بدات اعالجها، فالموضوع كله خلص مني في يعني ساعتين ثلاثه. انما لو تعملها مانوال او بالكاد يعني ربنا يعينك. تمام. طيب انا بالنسبه لي في المشروع هنا انا عايز اشوف ليفل 3، وفي ليفل 2 هشوفها سالب 900. ليه؟ عشان انا عايز اشوف الصرف. هقول له اوكي. تمام. ادي الصرف بدأ يظهر معايا. نفس الفكرة بقى، هبدأ ارسم نفس الصاج واوصله بالصاج دوت، اوصله، معلش اسف، البايب. هبدأ ارسم نفس البايب اللي انا رسمته هنا واوصله بالبايب دوت. تمام. وممكن اجي هنا الاقي عندي امر اسمه تي ال عشان يخلي الخطوط خفيفة شوية. تمام. ممكن اجي هنا بايب، هقول له انا عايز ارسم بايب، درو بايب، ماشي. اقول له انا همشي على ارتفاع مثلا 3 وارجع للحيطة. تمام. هنا بقى عايز ابدأ اوصل هنا، ممكن اجي هنا اقول له كليك يمين من سيستم، اقول له درو بايب، عايز ارسم نفس البايب دوت، كريت سيميلر، ولا عندي حاجه اسمها انيرت اليفيشن، بحيث ان انا طول ما انت ماشي الارتفاع بيختلف، اقول له انيرت اليفيشن من هنا والقط الارتفاع من هنا، واختار مثلا زاويه 45، تي ار، تي ار دي عباره عن فيلت، واقول له وصل بين ده وده. تي ار دي عبارة عن فلت، اللي هي الأمر دوت، أقول له وصل لي بين دي ودي. طيب لو قلنا مثلا نشوف كهرباء الكتريكال، بلاقي عندي حاجة اسمها كيبل تري. تمام. عشان بتوع كهرباء بس ميزعلوش. كيبل تري هتلاقي نفس المواصفات اللي هي بتاع التكييف، هتلاقي مثلا الويت والهاي والاوفست. هنبدأ نرسم ده كيبل تري، ممكن تطلع وتغير الارتفاع بتاعه زي ما انت عايز، ممكن تخليه مثلا ده على 1500. ماشي. تمام. الفي بي احنا كنا عاملين. طيب هذا كوبل تري، ده على 1500 اهوت. هو على 1500 مش ظاهر. ليه؟ لان هو هنا مظبوط على ليفل 1. تمام. طيب هنخليه مظبوط على ليفل 2، هاجي اقول له ده هنا
1500 بس من ليفل 2، وهبدأ أرسم 1500. تمام، ده كيبل تري، وده هقول مثلا اطلع ل 2700. تمام، فلو جينا عايزين نبص الحاجات ديت ممكن نرسم سيكشن، عايزين نشوف موضوع الكيبل تري وموضوع شغل الصرف. ارسم سيكشن، تمام، هدوس هنا كليك يمين واقول له جو تو فيو. طيب زي ما اتفقنا السيكشن هنا مش واضح، هقول له فايل. انا عايز اعرف رقم السيكشن كام، هاجي هنا في الخصائص الاقي السكشن ده رقم 11. تمام، طيب هاجي هنا اخش في 3D. طبعا 3D هيهنك شويه، طيب شايف المكعب دوت الكيوب، ادوس عليه كليك يمين واقول له اورينت تو فيو سكشن، وراح مختار سيكشن 11، هيظبط لي الثري دي على الفيو اللي هو 11. تمام اهو، تمام. طيب انا عايز اشوف بقى في 3 دي، هدوس شيفت وادوس على البكر وامشي بيها. ده الشكل اللي احنا رسمناه، ده الكيبل تري مش على ارتفاع معين وطلع ومشي، وده شغل الميه والصرف اللي احنا عملناه. تمام، طيب لو عايز ارجع للفيو اللي قبل كده ادوس برضو ايه كنترول تاب، ده قبل كده السكشن، ادوس كنترول تاب عشان ارجع للحاجه الاولانيه اللي انا كنت شغال فيها. ماشي، طيب كان في باشمهندس سأل السؤال ازاي ان انا مش عايز اشوف البيان كله، انا عايز اشوف جزء منه. تمام، دي حاجه اسمها كروب فيو. ايه كروب فيو دوت؟ لو انت جيت تبص في الزرار اللي تحت ده هتلاقي عندي هنا في زرارين، في زرار اسمه كروب فيو وزرار تاني اسمه شو كروب ريجن. ايه الفرق بينهم؟ شو كروب ريجن ده بيوريني المربع اللي يخفي الحدود اللي حواليه، ولا يعني ده مربع اللي جواه بس اللي يظهر، اللي بره ما يظهرش. تمام، المربع ده ممكن احدد بيه اوضه، ممكن احدد بيه نص المبنى، ممكن احدد بيه المبنى كله بحيث ما نشوفش الحاجات اللي حواليه. ده المربع هو. تمام، ممكن المربع ده اتحرك بيه، انزل بيه تحت سنه كده شويه. تمام، الزرار اللي جنبيه هقول له اخفي اي حاجه بره المربع دوت، اخفي اي حاجه بره المربع دوت. تمام، كده انا شايف ايه؟ شايف اللي جوه المربع بس، انما اللي بره المربع مش شايفه. ممكن اخفي المربع دوت وفي نفس الوقت الاخفاء ده يفضل موجود، المربع اللي هو دوت هايد كروب ريجن، هدوس عليه المربع اختفى بس تأثيره لسه شغال. يعني انا عندي مربعين او عندي زرارين او عندي اداتين، واحده اللي هي الكروب فيو، عايز الكروب ده فيو ده يبقى موجود ولا مش موجود، عايز تشوف الحاجات اللي بره المربع كروب فيو ولا لا، والتاني انت عايز تشوف الخط بتاع الكروب فيو ولا لا. تمام، ده بيفضل لما تلاقي الجهاز تقيل كده زي الجهاز دوت، فتلاقي نفسك كل شويه الجهاز بيهنج وتلاقي نفسك يعني مش في الفورم بسبب التهنجه بتاعت الجهاز، تدول الامر يقعد ربع ساعه. فانا بحب في حاجه زي كده تستخدم كروب فيو عشان تريح دماغك من المشكله ديت. تمام، طيب حاجة كمان، لو أنا عايز أعمل سيلكت، يعني أنا مثلا هنا مثلا عايز ألغي الضغطات،
اروح اعمل معلم كده على الحاجات ديت. ماشي، هو كده عمل سيلكت على كله، عمل سيلكت على الدكتات وعلى الكيبل تري وعلى البايب وعلى على اي حاجه هيلاقيها قدامها هيعمل عليها سيلكشن. تمام، طب انا عايز دكتات بس، هلاقي عندي حاجه اسمها فلتر، ادوس عليها فلتر اهي، جاب لي الحاجات دي كلها، بيقول لي انت عايز ايه من الحاجات دي؟ اقول له تشيك نون، انا مش عايز حاجه، انا عايز بس هي الدكتات والدكت والدكت فيتنج. اوكي، هو دلوقتي كان عامل سيلكت على 322 عنصر، لما عملت فلتر اعمل لي سيلكت على الحاجات بس اللي انا محددها اللي هي الدكت والدكت فيتنج. اهو نزلوا 139، ممكن كل دول اعمل لهم ديليت، اعمل لهم كوبي، اعمل لهم ميرور زي ما انا عايز. تمام، باشمهندس محمود بيسأل الكورس كام يوم؟ هو المفروض 6 محاضرات بس، احنا مع بعض يعني ان شاء الله لو الكورس محتاج اكتر من كده مع بعض، لو كورس عرفنا نخلصه في يوم ولا يومين مفيش مشكلة. فهو ان شاء الله 6 محاضرات وربنا ييسر ان شاء الله. تمام، احنا جزانا لكم يا باشمهندس صلاح. ان شاء الله انا قدر الامكان بنحاول نضغط الوقت بحيث ان احنا نخلص قبل رمضان، فالناس معلش نستحملنا لو طولنا شوية، بس ان شاء الله على اساس بس نلحق قبل رمضان لان قليل الناس ما هتكون موجوده. تمام، طيب نكمل الكورس. طيب احنا كل ده يعتبر ما بدأناش في الشغل حقيقي او ما بدأناش في المشروع، احنا بنتعرف بس على البرنامج، في مشروع كامل هنعمله مع بعض، فالمشروع الكامل ده هنرجع فيه على كل اللي فات، فلو حد فاتته حاجه هنراجعها مره واثنين وثلاثه ونجاوب عليها مره واثنين وثلاثه، وعلى الصفحه بتاعت ملتقى الضرير نسأل زي ما انت عايز، وان شاء الله احنا مع بعض لحد ايه ماشي. حاضر حاضر، تمام. طيب هجاوب السؤال بتاع باشمهندس صلاح. تمام، لو انا دلوقتي حاسس المكنه اهيت، بس هعمل كروب فيو على اساس الجهاز ما يتقلش معايا. تمام، طيب هحط المكنه ميكانيكال الكتريكال. طيب انا لو جيت اتعلمت عملت سيلكت على المكنه قلت له درو ضغط، ممكن اجي هنا اروح ايه، ممكن يعني براحتك ممكن تطلع سنه صغيره، تطلع سنه صغيره وبعد كده تعمل الريديوسر بتاعك زي ما انت عايز. تمام، 1100 مثلا، 1150، ممكن اعمل بقى حاجه معينه، ممكن اجي هنا يعني انا دلوقتي عايز افصل اخلي الحته دي مثلا بخصائص معينه والحته التانيه بقيه الضغط بخصائص معينه، ممكن اجي هنا في موديفاي الاقي عندي حاجه اسمها سبيلت اليمنت. سبيلت اليمنت ان شاء الله الكورس مش هيخلص غير لما تلاقينا مخلصين كل القوائم موديفاي وكل الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها، فمحدش يقلق. تمام، سبيلت اليمنت ده بيفصل لي الحاجه عن بعض. تمام، يعني لو انا مثلا ماشي بضغط وفي جزء معين بسايز معين وجزء تاني بسايز تاني، هستخدم سبيريت اليمنت وهاجي دلوقتي هنا وهدي ده خصائص مختلفة، يعني اقول له مثلا كبر لي الستاك دوت خليه ده ب 1200. ده فايدة سبيريت اليمنت، ممكن يكون عندك بايب عايز تمشيها بمواصفات معينة وتكملتها بمواصفات معينة تانية بسايز معين مختلف. تمام، اي لا استاذ اختلف معاك. تمام، ممكن تيجي هنا اقول له ايه الطيب وتحدد نوع تاني، يعني تخلي ده بنوع وده بنوع. ماشي، لو انت بتتكلم على لو انت عايز تعمل له عزل داخلي ممكن اجي هنا، ممكن لو انت عايز عزل داخلي او خارجي للحاجه اجي هنا واقول له اد لينير ليننج، اد لينينج ده يعني عزل داخلي. تمام،
هشوف ان عايز العزل الداخلي قد ايه واقول له اوكي كده، اعمل عزل داخلي للجزء ده بس. ماشي، ممكن الجزء ده مثلا او كله عايز تخليه عزل خارجي، اروح معلم عليه كله واعمل عزل خارجي، اقول له فلتر في حاجه دخلت معايا مش مظبوطه، التاجات اقول له انا مش عايز تاجات كده. انا معلم على الدكت والدكت فيتنج بس، فهلاقي الدكت انستوليشن ظهر لي، اقول له اد انستوليشن واضيف العزل الداخلي، عزل خارجي قصدي، انستوليشن عزل خارجي، هقول له اوكي كده ده هو عزل خارجي. تمام، ده بالنسبه للعزل، وده هتلاقيه برضه في البايب وفي الضغطات. لو انت عايز تضيف عزل هتقف على تعمل عليها سيلكت وتروح معلم عليها وتروح قايل له انا عايز الحاجه دي. لو انت عايز تخلي حاجه بماتيريال وحاجه بماتيريال تانية، لو انت عايز تغير الماتيريال لحاجه هتيجي في الفاميلي، تمام، وهتلاقي عندك الضغطات دوك تيستنج سبلاي، تمام، بتلاقي مثلا ممكن تعمل واحد تاني، يعني ده دوك سبلاي اقول له كليك يمين واقول له دوبليكيت، يبقى انا عندي سبلاي اير وده سبلاي اير 2، ادوس عليه اخش في الخصائص بتاعته احدد له الماتيريال بتاعته، يعني هدوس هنا واقول له اختار لي الماتيريال تكون مثلا مطاطي، تكون حديد، تكون زي ما انت عايز، ستيل، صاج، زي ما انت عايز، بتحدد له الماتيريال بتاعتك. فيبقى انت كده عندك صاج بماتيريال معينه وبقيت صاج بماتيريال تانية، تمام. اسامي الاوض، حاضر يا باشمهندس، حاضر يا باشمهندس، هقولها لك دلوقتي، حاضر، تمام. ده بالنسبه للسؤال اللي فات، انت ازاي تعمل الحاجه باتنين ماتيريال، اختار ماتيريال من هنا ويبقى ده الستوك اللي هو اللي احنا مسمينه سبلاي اير 2. ماشي، طيب احنا بس لسه ما وصلناش لمرحله الموضوع ان انا اربط ريفت معماري، لما نوصل لها هنقول لحضرتك او ابعتها لك ان شاء الله على المنتجات الضرير الشرح بتاعها. ماشي، طيب لو احنا عايزين نعمل فيو، يعني فرض ان انا في المشروع هنا ما عنديش مثلا الفاير، عايز اعمل له دور اول، مش موجود دور اول، هو موجود دور تاني بس، اعمل ايه؟ بسيطة خالص، يعني انا دلوقتي دخلت لقيت التكييف مثلا في دور الاول وما فيش ليه فيو في الدور التاني ولا في الدور التالت، انا عايز اعمل فيو للدور الاول والدور التاني، يعني اعمل حاجات للادوار الناقصاني، تمام. هعمل هتخش في فيو، تمام، واقول له انا عايز الفلور بلين، عايز اعمل فلور اهي. بص بتلاقي عندك فلور بلين وسيلينج بلين وبلان ريجن واريا بلين. الفلور بلين ده الفلور العادي اللي احنا بنشتغل عليه في كل شغلنا، اللي انا ببص فيه من فوق لتحت. السيلينج بلين العكس، ببص من تحت لفوق، تمام. طيب هقول له فلور بلين، الرساله دي بتفكرني ان انا ما عملتش سيف بقالي تلت ساعه. ماشي، طيب الفلور بلان بيجيب لي هنا الفيوهات اللي مش موجوده اصلا، يعني بيشوف المشروع الفيوهات او الادوار اللي ملهاش فيو، يعني مثلا يكون عندي ايه الدور الروف ملوش اي فلور هيجيبه لي هنا. طيب لو انا عندي عايز اقرر فيو يكون موجود اشيل العلم من هنا، دي الفيوهات اللي موجوده في المشروع، واحد واثنين وثلاثة وروف، تمام. انا عندي هنا في الفاير في الدور التاني ومحتاج الاول والتالت، هقول له واحد وثلاثة، اوكي كده هيبدأ يكرت لي رقم واحد ورقم ثلاثة. تاني انا بعمل ايه، انا عندي سيستم معين اللي هو الفاير مثلا عايز اشتغل فيه، بس هو ما فيهوش الفلور بلين، ملوش فلور هنا، ملوش فيو هنا، تمام. فانا هاجي ده انا واقف على الفيو دوت، تمام، ده الفيو رقم 3، تمام. نزل فين؟ نزل في التكييف، لا هقول له
انا عايز اشوف ايه الادوار اهي، فين الادوار اللي جت ليفل 3. طيب الدور ده نزل فين؟ ليفل 3 ده نزل فين؟ نزل في الاتشفاك. لا انا مش عايزه في الاتشفاك ده، انا عايزه يكون في الفاير. استنى واحدة بس، الجهاز مهنج معايا. انا بس هحطه في السب ديسبلين بتاعه عشان يظهر معايا. تمام طيب، هو دول تبع الديزاين ماشي. هقول له هنا خليه خليه تبع الديزاين، خليه تبع لوحة ديزاين. هو انا مقسمهم حسب الديزاين لوحده والدوكيومنتيشن لوحده. نشوف لا ما حسب انت ربطه ازاي، ربنا يكرمك يا باشمهندس محمود. حسب انت ربطه ازاي، يعني انا دلوقتي انا ممكن تكون انتوا الاثنين شغالين على نفس الملف في الريفت، ممكن تكون انت شغال في ملف الريفت وعامل لينك مع ملف المعماري رابطه عندك، وممكن يكون العكس، ممكن يكون انت والمعماري رابطين مع بعض. يعني هل باشمهندس محمد بيسأل رسمة المعماري هتلاقيها موجودة حسب انت رابط ايه ومستدعي ايه عندك. تمام طيب، اهو الفاير هو بدأ يظهر في ليفل 3. طيب نخش على ليفل 1. هنا ليفل 1 اللي احنا لسه مكريتينه هحطه على الفاير بايب فاير بروتكشن، واقول له حط لي في الديزاين، هلاقيه ظهر معايا هنا في قلب الشغل بتاعي. ادو ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. تمام انا لو جيت هنا في ليفل 1 هلاقي كل الشغل هنا، تكييف وصحي و و ادوس بي في وابدا الغي الحاجات اللي انا مش عايزها، بحيث يبقى لي بس ايه الشغل بتاعنا اللي انا محتاجه في الفاير، والغي شغل التكييف وشغل الكهرباء وشغل اللي انا مش عايزه. ادوس بي في وابدا اشوف الحاجات اللي انا مش عايزها وابدا الغيها. تمام طيب من فيو برضه ممكن اعمل لوح سيلينج، يعني هقول له هنا الحاجات دي مهمة أوي إن شاء الله واحدة واحدة نعرفها كده مع بعض. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز سيلينج بلين. تمام بقول له انا اظهرهم لي، انا عايز مثلا سيلينج بلين بتاع الدور الثاني، اقول له اوكي هيجيب لوحة سيلينج. لوحة السيلينج دي بشوف المبنى من تحت اللي فوق، وده الاحسن لما تيجي تحط شغلك اي شغل لك في السيلينج، يعني لما تيجي تحط انارة في السيلينج او فاير في السيلينج او جريلات في السيلينج لازم تختار من تحت لفوق. انا كده واقف على السيلينج بلان، هقول له سب ديسبلين بتاعي وليكن فاير بروتكشن، والكلاسيفيكيشن بتاعه هقول له ديزاين.
لو في سؤال الباشمهندس محمد احمد بيساله، لو انا مثلا رسمت بانيو في تداخل بين ارضيه الحمام والبانيو، ازاي التداخل ده؟ لا عادي، مفيش اي تداخل خالص، يعني ان الماسوره تمشي في الارضيه مفيش اي مشكله خالص. هو ممكن تعمل حاجه لو انت عايز تظبط الشغل دوت، او تعمل اوبننج، المعماري نفسه بيروح معلم على الحيطه ويعمل فيها فتحات، بيعلم على الارضيه ويعمل فيها فتحه، فالموضوع بسيط بالنسبه للمعماري. يعني هو غالبا انت ما ينفعش ككهروميكانيكال تعدل شغل معماري، فالمعماري انت بتحدد له الاماكن وهو بيعمل هو الفتحات بتاعته في الارضيه، تمام؟ هو برضو بيعمل الفتحات بتاعته في الحيطان يعني، وفي ادنس او اداه او تولز بتعمل الموضوع ده اوتوماتيك. يعني الاداه دي مجرد ان انت بتعلم عليها، بيبدا يشوف ايه الحاجه الخابطه في حيطان ويبدا يعمل فيها فتحات، تمام؟ طيب انا لو جيت هنا وبصيت كده في ليفل واحد، بس انا مش عايز بقى الفلور بلان، انا عايز اشوف السيلينج بلان. ليه السيلينج بلان؟ السيلينج بلان ده هو اللي ببدا احط عليه الشغل بتاعي في السيلينج. هدخل في السيلينج بلان ليفل 2، ده الشغل بتاعي في السيلينج بلين، تمام؟ طيب لو احنا عايزين نبدأ نشتغل هنا، هنشتغل هنا بقى شوية في السيلينج بلين، شوف هو ظهر ايه. هو ظهر كل حاجة. طيب في حاجات هاجي هنا واقول له انا عايز اشوفها فاين، عايز اشوف الشغل الحقيقي، تمام؟ واجي هنا اقول له ايه، خليها له واير فريم، اساس يبقى كله شايف كل الشغل، تمام؟ هو كده جاب لي الشغل كله، ماشي. همسح انا الشغل دوت، اقول له فلتر تشيك نون، اقول له تشيك اول، واشوف ايه اللي انا عايز امسحه. اهم حاجه بالنسبه لي ملغيش السبيس ولا الروم ولا الفيوهات ولا الحاجات بتاعت المعماري، انا عايز الحاجات بتاعت الكهرباء ميكانيكال بس، والسيلينج مش عايز الغيه. اوكي انا كده لغيت الحاجات بتاعت الكهرباء ميكانيكال عشان ابدا انا اعملها. طيب عايز انا ابدا ارسم مثلا شغل، وليكن مثلا شغل، خلينا في اللايتنج، ندخل في اللايتنج شويه الكتريكال، اقول له انا عايز لايتنج فيكتشر، عايز احط لايتنج فيكتشر، تمام؟ اهي، وابدا اختار حاجه من اللي هي بتتحط في السيلينج، تمام؟ هاجي هنا واقول له ده الفيرتيكال، الفيرتيكال ده لو انا احطها في الحيطه، اقول له لا انا عايز احطها بليس اون فيس، تمام؟ تمام كده انا عمال احط لايتنج. تمام طيب تمام طيب انا ممكن اللايتنج دول مجرد ان اقف على واحده فيهم اقول لها اعمل لها السيستم زي ما عملنا في التكييف، ونفس زي ما عملنا في البايب، نفس اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هناك، اقول له اعمل لي باور، تمام؟ واقول له ايه، ادي السيركل، انا عايز اعدل في السيركل ديت. انا دلوقتي اقول له مثلا ضيف لي الباقي، خلاص كده انا ضفتهم كلهم، هقول له فينيش، خلاص هو كده رسمهم كلهم. طيب لو عايز احط بانل معاهم، اجي هنا في الكتريكال واقول له حط لي الكتريكال اكويبمنت، واختار بانل مناسبه ليهم، ده سويتش بورد، لا احنا مش عايزين سويتش بورد،
ممكن البانل مثلا نختار اللي هي 400، هو اتحط هنا بس مش ظاهر لان هو تحت سيلينج. لو جينا نبص هنا اقول له في في واقول له وريني الشغل الكهرباء. اي دي اللوحة اللي احنا حطيناها. تمام، دي لازم اربطها بالديستريبيوشن سيستم عشان ادخلها على النظام، فاقول له اربطها لي بالديستريبيوشن دوت. تمام، اللي هو 120 في 208. هنشوف الحاجات دي ان شاء الله ازاي نعملها مع بعض. تمام، هقف على اي واحده فيهم. تمام، واختار ان انا اقول له ان انا عايز اظبط الالكتريكال. تمام، اقول له سيلكت بانل وراح مختار البانل ديت. تمام، هي هنا في اختلاف بين من البورده ديت. البورد دي شغاله ب 208 واط ديت، دي شغاله ب 277. طيب يبقى احنا محتاجين بانل تكون شغاله ب 277. مفيش، طيب ديت ممكن ديت. طيب انزلها تاني، انزل بانل تاني، اقول له انا عايز الكتريكال اكوبمنت. احنا عايزين بس يكون البانل تدي نفس الكهرباء للون ديت. تمام، فاختار بانل بورد ديت واقول له انا عايز احطها عند الحيطة. لازم اربطها بالديستريبيوشن سيستم. طيب تعالى بقى نوصل اللونات ديت، اللايتنج دوت، الكشافات ديت. اجي هنا وادخل على الالكتريكال سيركت، هما دلوقتي كلهم زي بعض. هقول له سيلكت بانل، اختار البانل ديت برضو مش مربوطه بنفس البورت. طيب لو انا عايز اوصل دول مع بعض هقف عليهم ومش هدوس اي حاجه خالص، هدوس تاب بس. بقى يظهر لي حاجه اسمها كونفرت واير، هيروح عامل اللي هو يرسم الواير اوتوماتيك، ارك واير هيروح رسم الواير اوتوماتيك. تمام، طيب لو احنا قلنا بقى عايزين نرسم الفاير، انا بس بوريكم حاجات وان شاء الله كل في مشروع كامل هنعمله مع بعض، في الفاير وفي البلامنج وفي التكييف وفي اللايتنج وفي كل حاجه. تمام، طيب بالنسبه للسبرينكلر شوف بس ليها ابعاد معينه. هي عباره عن ايه، الفاميلي دي متحمله اصلا من الشركه نفسها، فهي ابعادها متظبطه. تمام، يعني هي متظبطه على مقاس البلاطه 600 في 600 اهي. تمام، وممكن تلاقي ابعاد تانية موجوده، يعني ممكن تلاقي في شركه تانية عامله حجم تاني 300 في 300. تمام، ممكن رسم الواير يدوي. ممكن ترسم الواير يدوي ازاي؟
هنشوف مع بعض دلوقتي. ممكن اقول له من سيستم انا عايز ارسم واير، واختار ارك واير وابدا ارسم، هقرب من هنا لحد ما يظهر لي النقطه كده واعلم عليها، واروح راسم نقطه بره، واروح داخل في اللايتنج التانية، هتلاقيه رسم لك الواير كله يدوي. تمام، دي طريقه سهله وبسيطه جدا ان انت ترسمه يدوي. تمام، طيب نشوف موضوع الفاير فايتنج. ماشي، ممكن اقول له سبرينكلر بيلاقي جايب الانواع اللي متحمله في المشروع. تمام، يعني ممكن تلاقيه ما فيش ولا حاجه موجوده لان هو مش محمل في مشروعك خالص، ممكن تلاقي المشروع كله ابرايت، ممكن تلاقي كلها بندت، ممكن ما تلاقيش سايد وول، حسب اللي متحمل في المشروع. طب احملها ازاي؟ ممكن اقول لود فاميلي وابدا اروح محمل الفاميلي عادي زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، او اجي من قائمه انسرت هلاقي هنا تو ديسك سيك، وراح كاتب الكلمه اللي انا عايزها، اقول له مثلا عايز فاير وادوس انتر، هيجيب لي كل الفاميلي اللي موجوده على موقع اوتو ديسك سيك. او طريقه ثالثه بسيطه خالص، ان انا هفتح الملف اللي فيه الفاميلي بتاعتي فين السبرينكلر، اشوف فين السبرينكلر هيت. تمام، اروح معلم عليهم كده وراح حاططهم هنا. تمام، هي كده هيبداوا يتحملوا في المشروع. خلينا نحمل واحده بس عشان ما يحصلش حاجه للجهاز. كده خلاص اتحملت معايا في المشروع. هي دي بروجكت ابجريد، يعني الفاميلي دي كانت شغاله على اصدار قديم من الريفت، فبيعملها ابديت بحيث تشتغل على 2013. لا هو الواير ما بيبانش 3D. عايز حد ابعاد الكشاف، ما هو انت بتحمله من النت بتلاقي كذا نوع، انت بتلاقي 5000 نوع. تمام، بتلاقي انواع كتيره، فانت بتشوف ايه النوع اللي انت عايزه. يعني مثلا هتلاقي 300 في 300 و600 في 600، وان شاء الله باذن الله لو خلصنا الحمد لله المشروع بدري ممكن ناخد محاضره كامله في ازاي نعدل في الفاميلي. حاجه كويسه، بترسم وما بيظهرش، جرب موضوع الفي في، يعني دوس في في وابدا شوف الواير اصلا عندك موجود ولا لا. تمام، طيب انا هبدا دلوقتي ايه ارسم السبرينكلر. هاجي من كام سيستم واقول له سبرينكلر، ده نوع، هقول له انا عايز اختار البندت. واحد، خلي بالك ده هوستد، عرفت منين ان هو هوستد؟ ان انا لما هاجي هنا هلاقيه بيقول لي انت عايز تحطه فين؟ هقول له بليس اون فيس، حطهولي على السيلينج، وراح مختار هنا، هو اوتوماتيك هيقول له ارتفاع السيلينج، يعني السيلينج على كام؟ على 2400 مثلا، هتلاقيه خلاص لقط هو ل 2400. تمام، لو جيت وقفت كده على اي واحده فيهم هتلاقي على 2450، هو خد ارتفاع السيلينج اوتوماتيك. وممكن اوفست تبعد عن السيلينج تنزل او تطلع، بس يفضل ان انت تبقى مع السيلينج على طول. خلي بالك دي نقطه برضو نقف عندها، انا دلوقتي لو انا عندي نفس الفاميلي موجود منها اتنين، واحده هوستد واحده ان هوستد، اختار اني؟ والله في ناس بتحب دي وناس بتحب دي، يعني انا عن نفسي بحب الهوستد، في ناس تانية افضل مني بتختار الان هوست. دي ليها مزايا ودي ليها عيوب، نعرفهم مع بعض نعرفهم مع بعض. لو انا حطيت حاجه في السيلينج والسيلينج المعماري غيره وطلع معاه، ممكن الشغل يضرب، ممكن تلاقي مثلا ايه المسافه اصلا كانت بين بالسبرينكلر والماسوره والبايب كانت صغيره فخبطت في بعض عملت مشكله. تمام، بس يعني المشاكل دي قليله لان هو قبل ما هيحرك هيقول لي وهشوف هينفع ولا مش هينفع. الحاجه التانية لو انا اصلا مش رابطه، مش حاطط حاجه، مش حاطط على السيلينج،
يعني انا ممكن احط فاميلي ان هوستد على نفس ارتفاع السيلينج 2450. هو كده لو حرك السيلينج انا مش هاخد بالي، يعني ممكن ابعت المشروع وهو خلى السيلينج على 2300 وانا حاطط الشغل بتاع 2450، فكده مش هاخد بالي. فالله اعلم، الاحسن ان انا ارتبط بالسيلينج، على الاقل هو اصلا مش هيقدر يحرك حاجه غير لما يستاذن مني. ليه؟ لان انا حاطط شغلي على السيلينج نفسه، تمام؟ فهبقى عارف ان هو حرك السيلينج، ولو هو طلع او نزل شغلي هيتحرك معاه، تمام؟ هو ايه بس المشكله؟ طيب ماشي. هو بص، الملتقى الضرير ان شاء الله اي حد يسال الاسئله عليه هتلاقي انا وناس كتير ان شاء الله معايا يعني هنجاوب على السؤال. طيب الجزء اللي فات في حاجه فيه مش واضحه؟ لو حد في اي حاجه مش واضحه يقول نوضحها قبل ما نكمل. في حد بس اي سؤال حاجه مش واضحه؟ طيب هنكمل ان شاء الله، تمام. طيب انا عايز ابدا ارسم الفاير، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له هرسم بايب ده 2450. طيب هقول له ارسم لي بايب، احنا في ليفل 2، هختار ليفل 2 واقول له ارسم لي على 2450، نخليها 2600 مثلا. ارسم البايب على 2600 وابدا ارسم البايب اهيت. طيب هقف على البايب ديت، كونكت انتو، واروح معلم على البايب. طيب ممكن اجي بقى هنا التي دي عايز احولها لتي في تي، بقف عليها بلاقي علامة زائد ظهرت لي، علامة زائد ظهرت لي. ممكن اقف هنا واقول له اقف علامة زائد كليك يمين، ادوس عليها كليك شمال، ادوس على كليك شمال هتحول لتي في تي. التي في تي ديت هعمل لها سيلكت وادوس كليك يمين واقول له درو بايب وابدا ارسم البايب بتاعتي. تمام دي الطريقة، نقولها تاني. اجي هنا تاب، لو انا عايز اعمل سيلكت على الحاجات مرتبطة ببعض بعلم عليهم وادوس تاب، اقول له فلتر، اروح اعمل تشيك نون، نرسمها تاني مع بعض. اقول له انا عايز ارسم بايب، هو انا جاب لي البايب، ممكن انا اقول له ايديت طيب عايز اعمل بايب جديد، نتعلم ازاي نعمل بايب جديد او ضغط جديد او كيبل تري جديد. هاجي هنا اقول له دوبليكيت واقول له اعمل لي مواسير اسمها مثلا فاير بايب او اي مواسير انت عايزها مثلا، اوكي. وتبدا تشوف ايه الخصائص اللي انت عايز تخصصها لها، لو في اي خصائص هنا عايز تحطها ممكن تحطها عادي، اوكي. هبدا ارسم البايب على الارتفاع اللي انا عايزه وليكن مثلا 2600. هاجي في السلوب هقول له لا انا مش عايز سلوب خالص، تمام. وابدا ارسم البايب بتاعتي. ممكن اجي اقف هنا واقول له ايه كونكت انتو، وصل لي ده بالبايب ديت. اعمل زوم عليها، هلغي الحتة الزيادة ديت، التي ديت ممكن اقول له حولها للكوع،
الاكوا دوت علامه الزائد دي هدوس عليها، فهو كده اتحول لتي من الناحيه التانيه. اجي هنا كليك يمين درو بايب، تمام، هعمل الاين عشان اتاكد ان دي على نفس المحاذاه بتاعتها. وممكن امد الماسوره دي لحد السبرينكلر وهي اوتوماتيك هتوصل معاها. اول ما الاقي علامه الدوريه دي ظهرت يبقى كده هما الاثنين هيتصلوا ببعض. تمام، طيب ممكن اجي هنا برضو نفس الفكرة درو بايب، بوريك بطريقة تانية بقى الحاجة، ان انا هرسم السبرينكلر نفسه، اقول له هنا ارسم لي على 2600 واكمل. هو ما صارش بيه مش مشكلة، ممكن اعمل ايه، اجي على موديفاي واقول له اعمل لي قطع هنا وهنا كمان. وهلغي دي كده، طيب عايزين نستخدم اي امر من امر موديفاي نعرفهم مع بعض. هلاقي عندي امر هنا اسمه trim extend single element، عامل زي امر extend، يعني اعلم على الخط اللي انا عايز اوصل له الاول واعلم على الخط اللي انا عايزه يكمل لحد هناك. تمام، اه طيب الخطوه اللي بعد كده ايه، ان انا هاجي على التي ديت وادوس على علامه الزائد ديت تحول لتي في تي، واجي هنا ابدا بقى كليك يمين واقول له ارسم لي بايب درو بايب، واروح موصل البايب دي بالبايب دي. وممكن ببساطه خالص ممكن اقف على اي ضغط وغير المقاس بتاعه، انا اقول له خلي لي ده 25 مثلا حسب المقاس اللي هنا. المقاس ده كام؟ مازه 15، خلاص يبقى ده كمان 15. تمام، ممكن مثلا لو انت عايز تخلي الجزء ده بمقاس وده بمقاس، لان هو المقاس كده هيكبر، اقول له اقطع هنا واجي على الدكت دوت او البايب ديت اسف، واقول له خلي لي ديت مثلا 25. تبدأ بقى تحط المسافة بتاعتك المظبوطة بحيث شغلك يطلع مظبوط إن شاء الله. تمام، لا مش ظاهر السكرين، لا السكرين ظاهر إن شاء الله، ما تطلبش أكتر. لا بص، وأنت بترسم، وأنت بترسم هو بيسألك نفس موضوع الدكتور، بقول له بايب بيقول لي انت عايزها قطر كام، الديامتر كام. تمام، طول ما انت ماشي ممكن تقعد بقى تعدل في الديامتر زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا على كل دول مثلا، كل دول كلهم مثلا تحولوا مرة واحدة 25 مثلا. تبدأ تظبط انت بقى ايه الاقطار بتاعتك. تمام، لو احنا قلنا التكييف، نشوف حتة كده تكييف برضو اير تيرمينال، عايز اختار واحدة تكون هوستد تتحط هنا. طيب تعال نجرب حاجة، انا عايز اجرب حاجة غلط، ان انا اوصل جريلة ريتيرن بساق سبلاي اشوف هيعترض ولا لا. انا اختار اهي ريتيرن جريل
اخترتها هوستد، فلازم اجي هنا واقول له بليس اون فيس، هتدي دي ريتيرن. ماشي. طيب لو انا قلت هرسم دكت، هما دول طبعا اوتوماتيك خدوا ارتفاع السيلينج، فانا هرسم الدكت على ليفل 2700 مثلا، تمام. وطبعا المقاس ده كبير قوي، خلينا نختار حاجة معقولة، اكون مثلا 500 في 400، تمام. طيب هبدأ ارسم السوق، ببص في الخصائص بتاعته، بيقول لي ده ساك سبلاي، ممكن اقول له خلوا لي ريتيرن او اكس هوست او سبلاي اير 2 اللي احنا لسه عاملينها. اختار ان ارسم سوق، ورسمت وسطك فعلا. اعلم على مخرج الهواء الاير تيرمينال، اقول له كونكت انتو، اقول له وصل بالسوق. اه هو جاب لي رساله تانية بيقول لي ان المساحه اللي انت محددها مش كافيه ان هو يبدا يحط الفيتنج بتاعته، يعني المسافه نفسها قصيره عشان يطلع ويوصل بكوع ويوصل، مش هيقدر يوصل. اقول له طب خلاص جرب لي خليها 3000، تمام. طيب لو انا وقفت هنا كونكت انتو، وجيت هنا جاب لي رساله. الرساله دي عباره عن ايه؟ The element you are trying to connect to has a different system classification. بيقول لي خلي بالك ان انت موصل جريلت او مخرج هواء ريتيرن لصاج سبلاي، فهو بيخلي باله من المشاكل دي، لو في حاجه زي كده بينبهني ليها، تمام. يعني هو ميزته في كده ان لو في حاجه انا وصلتها غلط او وصلت صاج غلط، هو بينبهني ان في حاجه انا وصلتها غلط. مفتوح على سقف الخرساني؟ لا، لو هي محطوطه على سقف الخرساني حطها على سقف الخرساني، يعني زي ما هي موجوده عندك في المشروع حطها. يعني لو انت حاططها مثلا ابرايت ومش مربوطه بحاجه خالص، خلاص حطها زي ما انت عاملها في المشروع. ينفع تحط على سقف الخرساني؟ ينفع تحط على سقف الخرساني، بس خالص اهي. يعني هي الفكره كلها ان انا ابقى شايف سقف الخرساني، تمام. يعني ممكن اجي هنا اي حته يكون فيها سقف خرساني، ما اقولكم مثلا زي ديت، اجي هنا اقول له انا عايز احط سبرينكلر، هنا مفيش سقف ساقط، هيحطها فين؟ هيحطها فين؟ هيحطها في حاجه اللي هتقابله قدامها. تعال نشوفها كده. جوز اوف يو السبرينكلر اتحط فين؟ اهو اتحط في السقف على طول اهو. تمام. وعندي حاجه اسمها بيك نيو. بيك نيو دي لو انت حطيته غلط في دور غير الدور اللي انت عايزه، بقول له بيك نيو، ونفس الفاميلي دي تقدر تحطها في اي مكان تاني انت عايزه، مثلا هنا مثلا، خلاص هتنقل من هنا لهنا لو انت حطيت حاجه غلط. بس انا بقول لك لو انت مش واقف على لوحه سيلينج، لو واقف على لوحه بلين او واقف في حته ما فيهاش سيلينج، هتحط هو اوتوماتيك في الحاجه اللي عليه. ممكن تختار لوحه ما يكونش لوحه سيلينج، لوحه الفلور، هتبدا تحط على السقف الخرساني. وفي الاول اول فتره انت شغال فيها ارسم سكاشن على طول،
يعني بتبقى ساعات واحد مش واخد باله، فارسم سكاشن. السكاشن هي اللي هتقولك اذا كانت اترسمت صح ولا اترسمت غلط، تمام؟ طيب هي نفس يعني اللي انا اديتها لكم النهارده، مجرد بس ايه مفاهيم عامه. اهم حاجه تكون عرفناها ازاي نوصل الحاجات ببعض، الفي بي، تمام، موديلنج كاتيجوري، انوتيشن، الاناليتيك موديل. ما خدناش الاناليتيك موديل لان دي خاصه بانشائي، بيشوف الحاجه هيبقى عليها احمال قد ايه، لودنج. هنا دي الاوتوكاد، كل الحاجات دي ان شاء الله، يعني كل اللي احنا قلناه النهارده ان شاء الله هنقوله تاني التوسع في مشروع حقيقي. طيب تعال نشوف المشروع الحقيقي اللي احنا هنشتغل عليه. يعني دلوقتي فاتح المشروع دوت، عشان اقفلهم كل شويه في اللوحه لوحه هياخد مني وقت كتير قوي. لا انا ممكن اسرع، اجي هنا اقول له ايه كلوز هيدن ويندوز، يعني اقفل لي اللوحات المفتوحه الا اللوحه اللي انا واقف عليها، واقفل هنا. بيقول لي انت عايز تقفل المشروع، هقول له لا. تعال نفتح المشروع اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه في الكورس اللي احنا شغالين فيه بتاع ملتقى الداري. اقول له اوبن واشوف المشروع فين. ان شاء الله هتلاقوه عندكم برضو في الصفحه بتاعت ملتقى الدارين. بروجكت 1، تمام. هو ده المشروع ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه. هو مشروع سهل وبسيط ان شاء الله، يعني انا مش هم ان انا اخلص المشروع قد ما هم ان احنا ايه نجرب حاجات كتيره. فالمشروع مثلا صغير مش محتمل مكان كبير، بس هنحط المكان ونشيله، يعني في حاجات كده هنبدأ نجربها بحيث ان احنا نتعلم منه اكتر استفادة ممكنة، تمام. طيب لو احنا جينا نبص على المشروع زي دوت، تمام، هو مشروع روعة وكل حاجة وجميل وكل حاجة. هنيجي نبص هنا عايزين نشوف ازاي نفتح المشروع ونتصفحه. هلاقي هنا ليفل واحد، ده انت بتشوف الليفلات بتاعت المشروع. هتلاقي لوح السيلينج، هتلاقي لوح 3 دي فيو، هتلاقي الليفيجن. الليفيجن دي اللي هي الواجهات، تبدأ تبص على واجهات المبنى بحيث تفهمه. قبل ما نشتغل نبدأ نبص على المشروع ونبدأ نشوف ايه الفكرة بتاعته. والمشروع زي ده مثلا في الكهرباء ايه اللي هنستخدمه فيه، في التكييف هل هنحط مكن صغير ولا نستخدم مكن مثلا اير هاند يونت ولا ايه، نبدأ نشوف الحاجات دي، تمام. السكاشن دي سكاشن هو واخدها، نبدأ نشوفها، تمام. طيب لو احنا جينا بدأنا نستخدم المشروع دوت، هنلاقي في حاجة لو تو سيستم وبدأت ارسم دكت، هيجيب لي رسالة بيقول لي ايه نو دكت فيتنج ديفاين ان ذا بروجكت. يعني الدكتات هترسم عادي، بس الدكت فيتنج ده عبارة عن فاميلي بتتحمل في قلب المشروع، تمام. فهي مش متحمله ليه، لان المشروع كان معماري وستراكشر، فمفيش حد في يشتغل فيه كهروميكانيكال، فالحاجات مش متحمله. يعني لما اجي اقول له اير تيرمينال هيقول لي مفيش اير تيرمينال في المشروع، تمام. لما اجي اقول له مثلا ميكانيكال اكويبمنت اكيد هيقول لي مفيش نو ميكانيكال اكويبمنت، وهكذا، تمام. واللي كان شغال ارتكشر وستراكشر، فالحاجات ديت هو لازم يلغيها من عنده لان هو مش محتاجها. مش معقول يحط لي كعان ولا يحط لي مواسير ولا يحط لي بليمنج فيكشر ولا يحط الحاجات ديت. ان شاء الله باذن الله، تمام. باشمهندس اشرف ماهر، ازيك يا شمس، تمام. طيب ازاي ابدا احمل الحاجات ديت؟ ممكن ابدا احملها يد واحده واحده زي ما احنا شفنا قبل كده. هقول له اير تيرمينال واقول له يس وابدا احمل الفاميلي ديت، بس ده هياخد منه وقت كتير، تمام، بدايه يعني. فالاحسن كسيستم للشغل لو احنا كلنا هنشتغل على ملف واحد، يعني انا والمعماري والاستراكشر هنشتغل على ملف ريفيت واحد، يبقى احنا هبدا احط انا الحاجات بتاعتي، هنبدا نعمل تمبلت مشترك. يعني ايه تمبل مشترك؟ يعني هنعمل ملف فاضي فيه كل الفاميلي بتاعتي وكل الفاميلي بتاعته وكل الاعدادات بتاعتي وكل الاعدادات بتاعته. يعني يبدا في ملف مشترك كده في الاعداد بتاعتنا كلنا لان كنا هنشتغل عليه. نعمل ملف التمبليت ده ازاي؟ ببساطه جدا، هاجي هنا واقول له سيف از
واقول له تمبليت، واروح مسافه كده ملف تمبليت. تمام، هو كل ببساطه تمبليت، واروح قايل له سيف، يبقى كده الملف ده اتحفظ كملف تمبليت. تمام، امتدوا ار تي اي. طيب لما اجي استفاد منه، لما اجي على المشروع الجديد هقول له نيو بروجكت، واقول له براوز، واختار الملف بتاعي اللي هو امتدد ار تي اي، مش هختار الار في تي، لا ار تي اي، ار في تي ده امتدد بتاع المشروع، ار تي اي ده الامتداد بتاع التمبليت. التمبليت ده بحط فيه كل الفاميلي اللي انا عايزها، بس بحيث مش كل ما ابدا مشروع ابدا اروح بدور على فاميلي فاميلي، وابدا اعدادات اعدادات، وابدا تظبيطات تظبيطات، ونبدا نخش في دوامه كبيره قوي هياخد مننا وقت كتير قوي، بينما الريفت معمول عشان يوفر لي وقت. فعشان كده كان واحد استغرب ان انا بقول له ممكن اخلص المبنى ده مثلا في يومين، فبيقول لا ده ممكن ياخد اسبوع. قلت له لا، لو انا فاميلي معايا جاهزه والحمد لله معايا مكتبه كويسه، هتلاقي الموضوع كله مش هياخد حاجه خالص. تمام، فانت فعلا لما هيبقى معاك مكتبه كويسه وتبقى فاهم الشغل مش هتحتاج حاجه خالص، وبالذات لما يكون معاك التمبليت متظبط هتلاقي الموضوع بسيط جدا. فملف التمبليت ده ان شاء الله برضه هنظبط، وكل واحد هيظبط تمبليت خاص بيه، هنعرف ازاي يظبط، وانت تعمل لك تمبليت خاص بيك باسمك يكون فيه كل الاعداد بتاعتك. تمام، تعمل الاعداد بتاعتك، تحمل الفاميلي بتاعتك، ممكن تكون انت كل شغلك فيلل، خلاص تحمل الحاجات الخاصه بفيلل، كل شغلك مصانع كبيره او عمارات، خلاص تحمل الفاميلي الخاصه بالعمارات. ممكن تعمل كذا تمبليت حسب المشروع اللي عندك، ممكن تمبليت خاص بالمستشفيات، تمبليت خاص بالفنادق، زي ما انت عايز. تمام، فموضوع التمبليت ده هيحل كل المشاكل، ان انت يبقى عندك ملف تمبليت جاهز هيحل كل المشاكل. طيب بفرض ان انا مثلا بدأت ولقيت الموضوع خلاص بدأنا فيه، ممكن اعمل حاجة، انا عايز افتح مشروع تاني، ولكن مثلا المشروع دوت هفتح مشروع تاني اخد منه الحاجات عندي في المشروع، بدل ما ابدأ احملها واحدة واحدة وهلاقي عندي فاميلي كتير قوي هاتوه، لا انا ممكن افتح مشروع معمول جاهز واخد الفاميلي اللي انا عايزها كوبي بيست في المشروع اللي انا عايزه. باشمهندس عبد الرحمن بيسأل في جروب خاص بالكورس؟ اه ان شاء الله اهو، باشمهندس اشرف حطه. تمام، طيب انا كده فتحت البلان دوت. تمام، ممكن ابدا اروح معلم على الحاجات اللي انا عايزها. اعلم على كل الحاجات اللي انا عايزها واقول له كوبي، واروح للمشروع التاني اقول له بيست. دي طريقة، هو انا هلغيهم من هنا مجرد بس ان هم اتحملوا في المشروع. دي لايتنج، تمام، مجرد ان هم اتحملوا في المشروع، بحيث لما اقول له لايتنج، مجرد ان اقول له لايتنج ما يقوليش انا ما عنديش لايتنج، لا هيبدأ ياخد الحاجات اللي انا خدتها كوبي من هناك. تمام، يعني ممكن دي طريقة، وهنقول على كذا طريقة دلوقتي. تمام، يعني ممكن اول حاجه لازم موضوع التمبليت ده نتعامل، ما حدش يبدا شغل من غير تمبليت، يكون في تمبليت في شغلك. تمام، طيب ممكن اروح معلم على الحاجات اللي انا عايزها واقول له كوبي بيست، واروح حاططها في المشروع بتاعي، مجرد ان انا حاططها في المشروع خلاص هو هيبدا يتعرف على الفاميلي ديت، مش هيستنى عليها تاني. تمام، دي اول نقطه. طيب تاني نقطه، لو انا عايز حاجات كتيره من مشروع تاني، هاجي في قائمه مانج وعايز اخد الاعدادات واخد حاجات كتيره، مش عايز بس مجرد فاميلي. تمام، بكلمه مانج هلاقي حاجه اسمها ترانسفير بروجكت ستاندرد. يعني ايه؟ هنقل الحاجات الاساسيه في المشروع التاني، اكون واقف على المشروع الجديد اللي انا هستلف من المشروع التاني، يعني ما اقفش على يعني اكون فاتح المشروعين، اكون فاتح المشروعين واقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد، اكون واقف على المشروع الجديد اللي انا عايز يستلف، المشروع اللي لسه عايز ياخد حاجات، بيقول لي دي الحاجات اللي انت ممكن تاخدها من هناك. ببص كده بلاقي فعلا حاجات كتيره جدا، الداك سايز، داك تايب، الحاجات دي كلها عشان اقعد اظبطها هتاخد مني وقت كتير قوي. تمام، مجرد ان انا احدد انا مشروع انا عايزه واعلم على الحاجات اللي انا عايزها، سيك نون، اعلم على الحاجات اللي انا عايزها
اقول له استدعيه خلاص هتبدأ تدخل معايا. مثلا ممكن اقول له انا عايز دكت سيتنج، الدكت سايز، الحاجات اللي انا عايزها. تمام، دي طريقه، ده طريقه هتجيب لي بيها الاعدادات. ممكن تختار كل حاجه بس عشان بس ايه ما ناخدش وقت كتير من حضراتكم. معلش تاني هندسه، ازاي اروح المشروع الجديد ولسه فيه؟ تمام، طيب ثانيه واحده، هنا بيسالني بيقول لي في حاجات موجوده عايز تعمل عليها، تعمل اوفر رايت عليها يعني تلغي القديم، ولا عايز تاخد الحاجات الجديده بس. يعني لو قلت له اوفر رايت، اي اعدادات موجوده في المشروع الجديد هيلغيها، والحاجات اللي جايبها المشروع الجديد هتتكتب هي الاساس. نيو اونلي، هشوف ايه الاعدادات الجديده بس هي اللي تتكتب. تمام، انا ممكن اعمل ايه، اروح المشروع كنترول تاب، اروح المشروع اللي هو فيه شغل كويس قوي. تمام، وممكن اروح داخل على اي دور من الادوار. اعمل سيلكت على الحاجات اللي انا عايزها، على الفام اللي انا عايزها، واقول له كوبي، واروح هناك اقول له بيست. عندي من دي حاجه اسمها كليب بورد، علامه مثلا خلينا ناخد، شايف الكوع دوت؟ الكوع ده على فكره ممكن نغير الحاجات اللي فيه. يعني ده كوع من النوع دوت، ممكن اقول له لا انا عايزه اللي هو ريكتانجل البو، عايزه على هيئه كوع البو اللي احنا متعودين عليه. تمام، خلاص انا هاخد الكوع دوت واخد الجريلا ديت. تمام، واقول له انا عايزها كوبي. تمام، اروح بقى للمشروع التاني اللي احنا هنشتغل فيه، كنترول تاب، واجي هنا اقول له ايه من قائمة موديفاي، اقول له بيست، اقول له اوكي. بيقول لي مش ظاهرة ليه؟ هدوس بي بي واشوف ايه الحاجات الخاصة بميكانيكال اللي مش ظاهرة. اير تيرمينال، طيب حتى لو فينش، لو انا جيت هنا وقلت له سيستم وقلت له انا عايز اير تيرمينال، هتلاقي خلاص بقت موجودة معايا في المشروع، رغم ان المرة اللي فاتت لما جيت احملها قال لا مش موجوده. تمام، مجرد هنا بقى هبدا اظبط، اقول له مثلا خلي دي على ارتفاع 2 وانا شغال بالمتر. تمام، خلاص هي ظهرت معايا اهي. بقت محمله معايا في المشروع، هبدأ اشوف حط فين. موديل اير تيرمينال، طيب الفيو رينج هنا كام؟ الفيو رينج هقول لك دلوقتي هي بتظهر ليه، هي قد بلين على 1.2. طب لو عايزها تظهر، لو انا عايز شغل الميكانيكا هو اللي يظهر، هاجي هنا. تمام، هنا بيقول لي ده الديسبلين بتاعه اركتشر، هقول له لا ده انا عايز اشتغل ميكانيكال. تمام، فما دمت شغال ميكانيكال هتلاقي كل حاجه اختلفت، حتى الجريلا هي ظهرت على طول اهي. تمام، سواء حطيتها على 2 متر، متر ونص، مش هتختلف، هتظهر معاك. تمام، انما لو اركتشر لازم تكون في القط بلان بتاعته. تمام، طيب تعال نشوف موضوع الضغط. لما جينا نرسمه اعترض، قال لي في حاجات مش متحملها. تمام، طيب انا لو جيت ارسم كده الضغط، هو الضغط بترسم، جيت ارسم الضغط. تمام، اقول له هنا فاين. طبعا لو مظبط الحاجات دي
بسم الله الرحمن الرحيم. في التمبليت مش هتضطر ان انت كل شويه تعمل لها الاعداد بتاعتها، تلاقيها مظبوطه معاك جاهزه. تمام. جيت ترسم ما رضيش يرسم لك الكوع. ليه؟ لان هو الكوع لسه ما تعرفش في المشروع. الكوع لسه ما تعرفش المشروع. عايز اقول له ان انت لما ترسم الضغط دوت اللي هو اوفر. لا احنا مش عايزين اوفر. لما تيجي ترسم الضغط اللي هو الريكتانجل، لما تيجي ترسم الضغط الريكتانجل ارسم لي الكوع بتاعه اللي هو الكوع اللي هو على شكل القوس. تمام. اعملها ازاي دي بقى؟ هنشوف مع بعض. انا اقول له سيستم، اقول له ارسم لي ضغط، هقول له انا مش عايز الاوفل، انا عايز ريكتانجل. كده انا هرسم ريكتانجل، بس برضه في نفس الخاصية ان هو مش مرتبط بكوع. هقول له ايديت. طيب هنا كل دول ايه نون. عايز اربطه بقى بالحاجات الكويسه. بص انا هنا حملت، انا لما خدت كوبي الجريلا كنت واخد معاها البو، هقول له حمل لي البو. اوكي. ترسم الحاجات دي مش هتحتاجها طول ما انت عامل تمبليت، يعني ان شاء الله الحاجات دي معلومه ليك لو حصل مشكله وانت شغال. انما اللي احنا بنقوله ده ان شاء الله هتغلب عليه بان معاك تمبليت نظيف او مشروع نظيف. تمام. يعني لو انت عايز تاخد اي حاجه من المشروع دوت، وليكن مثلا كوع او ريديوسر او اي حاجه، هتعلم على الريديوسر مثلا. الريديوسر هاخده كوبي واروح هناك في المشروع. وهقول له ايه؟ هقول له بيست. تمام. اهي خلاص. هاجي هنا ادخل في ايديت. طيب ايديت واشوف الريديوسر، الاقي الريديوسر جه معايا، اروح مختار. بقيه الحاجات لسه ما اتحملوش معايا، لسه ما اخترتش انا حاجه في مشروع تاني. فلذلك الاسهل ان انا اعمل تمبليت محترم. تمبليت محترم سهل جدا تعمله. امسك اي مشروع نضيف يعجبك وتعالى هنا قول له سيف از تمبليت، يبقى انت كده عملت التمبليت بتاعك وتدخل تعمل الاعداد بتاعتك. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون هو شغال مثلا بالبوصه وانت عايز شغال بالمليمتر. خلاص خش ظبط اليونت بتاعتك، حمل الفايل اللي انت عايزها، حمل الحاجات اللي انت عايزها، ظبط اليونت. هتكتب يو ان او مكونات مانج، هتلاقي امر يونت. تمام. هتلاقي امر يونت اهي، بروجكت يونت. تخش تبدا تظبط الحاجات بتاعتك، تبدا تشوف انت عايز تشتغل بالمتر ولا بالمليمتر، تقول له اوكي. تبقى انت كده ظبطت اليونت بتاعتك. تمام. الدكتور برضو اختار مشروع نضيف يكون الكعام متظبطه فيه. لو مش متظبطه هتيجي هنا تقول له ايديت. طيب بريفرنس تقدر تشوف ايه اللي انت عايز تشتغل بيه، بس ما حدش يشتغل تي، كله يشتغل تاب، لان التي ده خاصه بالبايب، انما الضغطات بنشتغلها تاب على طول. اوكي. لو عايز الظهر المعماري والانشائي مع بعض مفيش اي مشكله خالص. الرحمه المهداه. لو عايز الظهر المعماري والانشائي مع بعض هدوس بي في. تمام. واعلم عليهم، يعني اشيل دول. الجزء اللي فوق ده ملوش دعوه ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، ده ليه دعوه بالاختيارات اللي هنا، ايه اللي يظهر قدامه وايه اللي ما يظهرش، عشان انا اقلب عليه صح وغلط. يعني مش معنى ان انا شلت العمل من الميكانيكال ان الميكانيكال اختفى، لا. ستراكشر اركتكشر واعلم عليهم اول، واروح معلم عليهم كلهم صح. كده كل حاجه تظهر معايا سواء ستراكشر سواء اركتكشر. تمام. في حد بعد اذنكم في حد عنده اي اسئله في الفات؟ هو بيفت 2013 يفتح اي اصدار قديمه. تمام. بس لو صيفت على 2013 الاصدار القديم مش هيقدر يفتحه. يعني لو انت شغال 2013 وفتحت مشروع كان بيصير في 2010، خلاص انسى ان انت تقدر تفتحه تاني على 2010. ملهاش علاقه بالتمبليت. معلش، هي ايه اللي مالهاش علاقه بالتمبليت؟ لو عايز اصدر المعمل المنشئ، هو احنا بنعمل ايه في التمبليت؟
في التمبليت ببدا اشوف ايه اللي يظهر معايا وايه اللي ما يظهرش. يعني الفي في بظبطها كلها في التمبليت، يعني ممكن اجي في قبل ما اسيف تمبليت اجي هنا واقول له في في، واروح مظبطه هنا، اظبط ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، تمام. وحتى لو في التمبليت في غلط ممكن وانت شغال في المشروع تعدله وانت شغال، بس ترجع للتمبليت تعدله برضه عشان ما تنساش، تمام. لو انت عايز تعدل في التمبليت وتسيبه برضه كتمبليت، هتقول له نيو بروجكت، كما هتظهر لك دي، افتحه بروجكت تمبليت كده، هيتفتح معاك كتمبليت ار تي اي، وتعدل زي ما انت عايز وتسيف عليه ار تي اي. انما لو فتحت بروجكت يبقى انت بتبدا مشروع جديد ار في تي. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس، زي اوتوكاد يعني؟ معلش يا هندسه اسئله بتخفى. لا الاوتوكاد ممكن تسيف اصدار قديم، يعني ممكن وانت شغال على 2014 بتسيفه 2004، وده اللي انا عامله عندي، ان انا شغال 2014 وسيفه 2004 عشان اريح دماغي، واي حد تاني جاي يشتغل معايا ما يقوليش ان هو اصدار قديم، ان عنده مشكله في فتح البرنامج فتح المشروع. طيب حد عنده اي اسئله في اللي فاتت؟ طيب ما فيش اي مشكله خالص، انت هتعمل يو ان اليونت مش هنس محمد، وتبدا تعدل الحاجه اللي انت عايزها، تمام. والميزه في اليونت ان انت مش بتظبطها مره، مش كله حاجه واحده، يعني مش ايه، مش تقول انا هشتغل كله بالمتر يبقى كله بالمتر، لا ممكن ده بالمتر، الاريا تخليها باي حاجه انت عايزها سكوير فيت. ممكن تروح داخل على البايبنج تقول له انا عايز الحاجه الفلانيه مثلا قطر الماسوره بالبوصه، البايب سايز بالبوصه، عايز في التكييف، يعني كل واحده فيهم ممكن تعملها الاعداد اللي انت عايزها، مش معنى ان انت ارتبطت بالمتريك يبقى هتشتغل كله متريك. هو بيحاول لوحده، تعال نشوفها، تعال نجربها، تمام. خلينا رسمين مثلا ضغط زي دوت، وهنعمل تاج، التاج عباره عن تكست بس بيتحرك اوتوماتيك، يعني اول ما الحاجه تتغير هو اوتوماتيك يتغير. يعني لو خلينا نكتب تكست زي الاوتوكاد، تكست 300 في 300 في 300، تمام. بص انا لما اقول له تاج، هو اصلا هتلاقي التاج مش متحمل في المشروع، هضطر احمله. تاج باي كاتيجوري مش متحمل في المشروع، ليه؟ لان المشروع ده كان معماري ما كانش كهروميكانيكال، فلازم عشان كده بنبدا نظبط الحاجات قبل ما نشتغل، بدل ما كل شويه تقف وتحمل حاجات، لا ظبط التمبليت بتاعك وظبط المشروع بتاعك زي ما انت عايز، تمام. هخش على الاي ريفيت دوكت تاج، ممكن نختار دوكت سايز وليكن مثلا دوت، تمام اوكي، تمام. خلينا مثلا حملنا اهو، ده اللي كام؟ 12 في 12. طيب لو انا دخلت يونت وقلت له لا انا الاتشباك، المدير قال لي اللوحه كلها والمشروع كله بدل ما انت شغال بالبوصه شغل بالمليمتر، ده حصلت معايا في مشروع وقعدت فيها مثلا يومين، كنت هقعد فيها يومين ثلاثة، بس الحمد لله كنت بعرف ابرمج الاثبات فعملت الاثبات بيوفر لي الوقت مليمتر، اوكي اتغيرت اوتوماتيك، تمام. فهو اوتوماتيك هيعدل لك حاجات، هيوفر لك وقت كتير قوي في التحويلات، بينما التكست بتاع الكاد ما تعدلش، تمام. خلي بالك برضو في ميزة في الريفت، ان انا لو عدلت اليونت من تحت خليته مثلا 1 ل 10، اوتوماتيك ارتفاع التكست هيتعدل، ما تقعدش بقى تحفظ احنا كنا كام وكام زي ما كنا في الكاد، لا هو اوتوماتيك هيعدل التكست زي ما هو عايز. خليته 1 ل 500 التكست كله كبر، هو بيحول لوحده الوحدات وبيحول لوحده الارتفاعات، هو بيقول لك حاجه واحده، ركز في التصميم، اعمل تصميم كويس بس، تمام. فدي ميزته، ان انا مش هشغل بالي بالحاجات بتاعت الرسم، لا انا مركز على التصميم بيبقى كويس. تمام، في طريقه برضو تانية، ان انا انقل الحاجات من مشروع لمشروع. ممكن اجي هنا انزل في الفاميلي، اعلم على الحاجه اللي انا عايزها، مثلا دور مثلا،
واقول له كوبي، يعني مثلا في حاجه فاميلي عايز احملها، اقول له كوبي تو كليب بورد، خلاص كده هي اتحملت في الكليب بورد. اروح للمشروع التاني اقول له بيست، خلاص هو يحمل الفاميلي دي اتحملت في قلب المشروع. دي طريقه تانية برضو عشان تعمل المشروع بتاعك تكمله، او تشوف ايه الحاجه الناقصه، حاجه عجبتك في مشروع تاني تاخدها من المشروع التاني. تمام ان شاء الله برضو هنحمل لكم شويه مشاريع حلوه كده تكون ار ام اي، او تكون ريفت كويسه. انا جمعتها بطريقه بسيطه جدا، دخلت على موقع زي الفورشير وكتبت له انا عايز الملفات اللي بتبدا ار في تي، فجاب لي فاميلي كتير قوي، فجاب لي انا اسف مشاريع كتير قوي. حملت المشاريع ديت، بدات ابص على الحاجات اللي فيها، في حاجات كتير عجبتني بدات اخدها واجمعها في التمبليت اللي انا هشتغل بيه. تمام يعني لو دورت على النت في مواقع الشير هتلاقي برضو شويه مشاريع حلوه، وان شاء الله برضو هنحمل لكم شويه مشاريع حلوه ان شاء الله في منتقى الطريق. حد عنده اي اسئله في النهارده؟ النهارده يعتبر برضو زي المحاضره اللي فاتت كانت جنرال، بس اتعرفنا على الفيو رينج، اتعرفنا على الفي في. لو عندي رسمة بالكاد مثلا واحد لخمسين وعايز ارسم واحد لمية على الريفت، بسيطة خالص، هي لك طريقة من ابسط الطرق، ودي ان شاء الله هنعرفها لما نحمل ملف اوتوكاد، ان انت تقف على ملف الاوتوكاد وتختار امر سكيل وتكبره بقى، تضربه في اتنين، تقسمه على اتنين زي ما انت عايز. دي ابسط حاجة لو انت عايز تكبر اللوحة. تمام ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل ادراج للكاد. تمام هو ممكن نقولها دلوقتي لو ما حدش عنده مانع، انا حاسس الناس زهقت. طب نكمل ولا كفايه كده؟ لو نكمل واحد كفايه كده صفر بعد اذنكم. ايوه يا باشمهندس، معلش رسمه الكاد خلاص ان شاء الله اتحل. رسمة الكاد بعد ما تحملها في المشروع تمام، هعلم عليها واروح قايل له ايه امر سكيل. السكيل ده هيخليني اكبر الحاجة او اصغرها. تمام يعني ممكن اقول له كبرها لي، اضربها في اتنين، اضربها في سمع على اتنين زي ما انت عايز. تمام طيب حد عنده اي اسئلة؟ ماشي، ما هو من الاوتوكاد للريفت هتعمل سكيل ليها، هتلاقي الموضوع ان شاء الله اتحل. ايوه حد عنده اي اسئله في اللي احنا قلناه او في اي حاجه في الريفت؟ ايوه مفيش مشكلة يا باشمهندس محمد، مفيش مشكلة. لو انت حملتها ممكن تعمل سكيل ليها، مفيش اي مشكلة خالص. سكيل هتشوف هتضربها مثلا في اتنين تقسم على الف، مفيش هتغير معاك عادي بدون اي مشكلة خالص. عملية الزور في الرسم بمعنى ايه؟ معلش اس اتش عملية ممكن تاخد رسمة من الاوتوكاد للريفت وتكمل شغل عليها، هنشوفها بالتفصيل بس ممكن اوريها لك بسرعة بحيث لو حد عايز يعملها. باجي من كومنت انسيرت لينك ريفت، هدخل ملف ريفت عندي. لينك كاد هدخل ملف كاد، هقول له لينك كاد وابدا اختار ملف كاد، اي ملف كاد عندك. تمام اي ملف كاد هتختاره. تمام وتقول له ايه اورجنت اورجن، اورجنت اورجن يعني من 00 ل 00، سنتر تو سنتر، من السنتر بتاع اللوحه بتاعت الكاد لسنتر لوحه الريفت، بس دي مش دقيقه، الدقيقه اورجنت اورجن. وهنا بتختار الوحدة بتاعة الأوتوكاد، بتشوف الأوتوكاد أنت كنت راسمه بإيه؟ بالإنش ولا بالفيت ولا بالمليمتر؟ ويبدأ يظبطها على الوحدة الموجودة عندي. تمام؟ الكولر بتشوف عايز تعكس الألوان ولا نفس الألوان ولا خلي الألوان بلاك أند وايت. الليرات عايز كل الليرات ولا الليرات اللي معمل لها لير أون، ولا تختار أنت الليرات، تجيب لك قائمة بالليرات وأنت تتعلم صح وغلط على الليرات اللي أنت عايزها، يعني الحاجات الليرات اللي أنت عايز تظهر معاك هتعلمها صح. ايوه يا باشمهندس، انت هتغير المقاس الرسم، لوحه الكاد مش هتغير، لوحه الكاد بتتغير ان انا عامل عليها سيلكت، عامل عليها سيلكت واختار امر
امر سكيل من موديفاي هيتغير معاك. تمام، معلش اس اتش سأل سؤال اللي هو عملية الزور في الرسم. يعني ايه عملية الزور في الرسم؟ بس لها كذا معنى. جزاكم الله خير محمد. عملية الزور في الرسم هل معناه ان حاجة مختفية ومش ظاهرة؟ تمام، ولا ايه بالظبط؟ بالنسبة للتمبليت، التمبليت بظبط في كل حاجة عندي. يعني ايه بظبط كل حاجة؟ اهم حاجة الاعدادات، يعني اليونت، اشكال المشاورة، ارتفاعات الكتابات، الحاجات دي كلها ببدأ اظبطها في التمبليت. بحمل الفايل اللي انا عايزها، بظبط الباندا بتاعتي او الشيت او بيسموها الخرطوشة. تمام، الفي في بتاعتها بظبطها، يعني بعمل مثلا بعض الفيوهات الميكانيكا وبعض الفيوهات الكهرباء وبعض الفيوهات ما فيهاش معماري ولا انشاء. التمبليت، لا التمبليت المفروض بيظهروا فيها كل المعماري والانشائي، بس وانا شغال بحتاج ان انا اشوف المعماري والانشائي بس ما اشوفش التفاصيل بتاعتها. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون هو مثلا حاطط كرانيش، حاطط كذا، بفبط فيها عشان ما تضايقنيش. انما الانشاء طبعا لازم اشوف الكمرات بتاعته، ولازم اشوف الحيطان، لازم اشوف العواميد، فلازم الحاجات دي كلها بشيف. فهي اوتوماتيك، هي بتشيف اوتوماتيك، المعماري والانشائي هو بشيف، بس لو انت شغال عايز تطفيها ممكن تطفيها. لو عايز اعمل حدود عشان مش يحصل تداخل معايا في المساحات. طب معلش يا باشمهندس محمد، ممكن حضرتك توضح؟ يعني انت عايز تعمل حدود حوالين المبنى؟ هو كده كده المعماري بيعمل حدود للشغل بتاعك وما بيرسمش حاجه بره الشغل بتاعك. يعني هو كده كده انت بتستلمه من المعماري وبتكمل عليه، فهو المعماري بيبقى مظبط هو الحاجات ديت، هو بيبقى مظبط الحدود ومش حاطط غير الشغل بتاعه هو بس. يعني اي مبنى جنبيه طبعا ما بيزوروش معاه. انت ممكن، طب ثانيه، التمبليت، لا في تمبليت للمعماري وفي تمبليت للانشائي وفي تمبليت للكهروميكانيكال وفي تمبليت ليهم كلهم. التمبليت ده انت اللي بتعمله، فممكن انت تعمل تمبليت للحاجات بتاعت مصر، وتمبليت للحاجات بتاعت السعوديه، وتمبليت للديكور. مهتم انت مثلا بحاجات الديكور، فالتمبليت ده حاجه بتاعتك انت، ممكن تعمل انت اعدادات وتطور فيها وتزود فيها وتعمل تمبليت مساحته 2 جيجا، ممكن تعمله 10 ميجا زي ما انت عايز. مساحة البانيو مع عبارات الأرضية. أنت عايز تعمل الفتحات ديت. أنت ممكن حاجة من الاتنين، يا إما أنت تستأذن من المعماري يديك الحاجة دي، يعني يقول لك أنت ليك الصلاحية إن أنت تعدل في البلاط. تمام، طب ماشي، مفيش أي مشكلة خالص. أما طبعا مكان البانيو مش هيبقى تحته بلاط، أنت ممكن تقول للمعماري تبعت له، حتى ولو حتى تصدرها كاد، أو تبعت له مثلا تعمل كلاود على الحاجات اللي أنت عايز تعمل فيها فتحات، وهو اوتوماتيك هيعدلها. يعني ممكن اجي هنا تمام واعمل كلاود على الحاجه من انوتيشن، بلاقي كلاود بقول له الحاجه ديت محتاج ان هي تعمل فيها. محتاج ان انت تعمل فيها فتحات، فبعمل كلاود على الحاجه هو يعملها، او ان هو يديني الامكانيه ان انا اعدل في البلاطات. ممكن تلغي التداخل دوت، انت بتعلم عليها هو هيجي على البلاط ويشيل البلاط من الحته ديت. كل الفكره برضو في التمبليت، انت واقف على تمبليت على مشروع معماري، خلاص اعمل له هنا سيف از واعمل له تمبليت وسمي ده معماري. ممكن تعمل واحده، ممكن تعمل للشركه كذا تمبليت، كذا معماري وكذا استراكشر وكذا كهرو ميكانيكال، مش هعترض. لو عندك إمكانية
ممكن مجرد ان انت تقف على البلاطه، احنا بس مش عايزين ندخل في المعماري على قد ما نقدر عشان الناس بس ما تلخبطش، تمام؟ بس ممكن مثلا ايه، لو انا عندي امكانيه هقف على البلاطه واقول له مثلا ان عايز اعدل فيها، يعني خلينا نعمل سيلكت كده على حاجه زي كده واقول له فلتر. طيب هقول له هظبط بس الفيو رينج الاول، هقول له دي مثلا سالب، احنا في الدور الاول ممكن ما نكونش عامل ماشي، تمام. ممكن اجي هنا انا عايز اعمل سيلكت للبلاطه نفسها، فالبلاطه ممكن ما تكونش ظاهره معايا لان هي اوطى، يعني في نفس يعني هي اعلى حته فيها هي الزيرو، فاقول له اخليها لي سالب 200، ولازم الفيو ديبس يبقى اوطى برضه، يبقى سالب 200، ما ينفعش ده يبقى سالب 200 وده صفر، لازم الفيو ديبس يبقى اوطى من البوتوم، والبوتوم يبقى اوطى من القط بلان، والقط بلان يبقى اوطى من التوب. اقول له اوكي ماشي، واعمل سيلكت كده فلتر، واقول له انا مش عايز حاجه غير الفلور بس، اوكي تمام، واقول له اديت باوندري، وعدل بقى زي ما انا عايز في الباوندري كده. انت بتعدل في البلاطه نفسها، تمام. وممكن اعدل في البلاطه واعمل بلاطه تانية، يعني مثلا طرحت حته من البلاطه، خلينا نطرح حته من البلاطه، تمام، طرحت انا مثلا الحته دي، اوكي خلاص كده بقت في حته ناقص اصلا، مش مجرد ان انت لغيت البلاطه، لا ده انت لغيت كله. هاجي ارسم بلاطه تانية في الحته دي، اقول له ارتكشر فلور، وارسم انا بلاطه في الحته دي بس بمقاس مختلف عن المقاس التاني، او هقول له مثلا الحته دي هتبقى ما فيهاش بلاطه، ما بقاش فيها السيراميك او ما بقاش فيها الرخامه بتاعتها، تمام. هعمل دي بمواصفات مختلفه عن بقيه البلاطه، تمام. هدي اي خامه مختلفه بس احدد له فلور تاني مثلا، اقول له اوكي. جزاكم هندسة، جرب كده ولو في أي مشكلة تحت أمرك إن شاء الله. طيب في حد عنده أي أسئلة؟ ربنا يكرمك يا باشمهندس. طيب باشمهندس ماهر لو حضرتك موجود بقى تشرفنا كده. البلينوم ليفل، البلينوم ليفل دوت بيبقى ليفل، يعني ممكن يكون مثلا عندي دور كبير وفي حته معينه احنا شغالين عليها كذا مره، عايز يعني هو دور ممكن يبقى في مثلا مخصصينه بمشي فيه الشغل بتاعي، يعني مثلا كان في مشروع كان تحت الدور، يعني انا عندي مثلا الليفل معين تحت الليفل ده مثلا مخليين متر كامل ماشيين في شغلنا ومطلعين منه اسطاج يغذي الدور اللي فوق، ده البلينوم ليفل اشتغلنا عليه كان بالمعنى دوت. ازاي نربط الريفت المعماري بالريفت الام اي بي؟ يا باشمهندس، باشمهندس اشرف، ماشي معلش يا باشمهندس. البلينوم ليفل ده بيبقى ليفل، ممكن باشمهندس اشرف برضه يفيدنا اكتر ان هو مهندس معماري وشغال في الموقع. البلينوم ليفل دوت ليفل بيبقى فيه الشغل بتاعي، بمشي فيه الشغل بتاعي، تمام. وما هو يعني ممكن يبقى عندي الدور التاني والبلينم الدور التاني. ازاي اربط الريفت معماري بالريفت ام اي بي؟ نفس اللي احنا كنا بنقوله من شويه، ان انا هاجي هنا كنت انسرت، بس بدل ما اختار لينك كات هقول له لينك ريفت، واختار مشروع المعماري بتاعي، واختار هنا اورجنت اورجن، هنعملها ان شاء الله مع بعض باذن الله. هو بيبقى فيه ليه بلاطة، يعني في بلاطة بتفصل بين السيلينج، يعني السيلينج عندي وفي سقف ليه بين السقف، وفي سقف تاني ده البلينوم، يعني البلينوم ده دور بين السيلينج وبين الدور اللي فوقيه، بمشي فيه حاجات للدور اللي فوقيه، تمام. يا باشمهندس أشرف ماهر اتفضل يا باشمهندس، أنا قافل الميكروفون عشان حضرتك تتكلم.
تمام. باشمهندس اشرف، حطيت كل الحاجات بتاعت ال ايوه. الله ينور عليك باشمهندس محمد. فرق السقف في المعلق على سقف الخرسانة لتمرير البايب، البايب والضغطات والكيبل تري والحاجات ديت. تمام باشمهندس محمد، زي ما حضرتك قلت، فرق السقف في المعلق على سقف الخرسانة عشان تعدل البايب والضغطات والكيبل تري واي حاجه خاصه بالشغل الكهروميكانيكال. باشمهندس اشرف اتفضل. باشمهندس انا بالنسبه لي خلصت، لو حد عنده اي اسئله انا تحت امركم. ايوه يا باشمهندس خلاص. ان شاء الله ان شاء الله بعد النفس وركس باذن الله يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس.